ومساحة لآخر الأخبار والتحديثات. كل هذا في برنامج ليالي الشبيبة مع عبدالله السعيدي من الأحد إلى الأربعاء ابتداء من التاسعة مساء. هذا البرنامج برعاية دجاج الصفا. رائع وجميل مع المتلقي ومع المستمع في هذه الليالي الجميلة من شهر رمضان المبارك. يا مرحبا وسهلا فيك أبو محمد، وأكيد أمسية اليوم فيها كثير من المواضيع ومن السوالف، وأنا من البداية يعني اتفقنا أنها تكون أمسية كذا خفيفة وعفوية وجميلة بإذن الله تعالى. شهر رمضان المبارك هذا العام أبو محمد مختلف نوعا ما على الجميع. نحن نعيش ظروف استثنائية مما لا شك فيه، وهذه الظروف يعني تنعكس على الكل. ما تعودنا على شهر رمضان بهذه الطريقة، ولكن أتوقع الظروف تحكم علينا أن نحن فعلا نصبر ونحاول نعدي هذه المرحلة، ورغم تخلينا عن كثير من عاداتنا وتقاليدنا الجميلة في شهر رمضان. أتفق معك، رمضان هذا العام مختلف اختلاف تام. يا رجل احنا من كم شهر حياتنا مختلفة، وضعنا مختلف، حركتنا يعني مختلفة، لكن رمضان أو غير رمضان ما دام في شيء يعني يقلق الإنسان بصورة عامة. اليوم هذه الجائحة تجتاح العالم بأسرى، يعني أنا أتوقع لأول مرة يحدث أن العالم يتوقف. أنا ما أعرف التاريخ، بيسأل وبقرأ في التاريخ ونرجع إلى 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 إلى, إلى تاريخ معين أو سنوات معينة سابقة، هل صار مثل ما صار هذه المرة هذا العام في 2020 أن العالم بأسرع توقف؟ نعم. يتوقف اليوم مطارات العالم، أشهر مطارات العالم اليوم توقفت، أشهر شركات الطيران متوقفة، أشهر المواني متوقفة إلا لل طبعا للاحتياجات اليومية. نعم. وحتى المطار يعني اليوم أو المطارات مفتوحة فقط أو أجزاء معينة من المطار فقط للبضائع وأدوية وغيرها من هذه الأشياء، أسواق متوقفة، بورصة العالمية من يصدق البورصة العالمية. نعم. من يصدق أنها متوقفة؟ فلا، الحياة متوقفة بأسرها. فإحنا مثل غيرنا، يعني عمان جزء من العالم. نعم. بكل تأكيد يعني تأثرنا على الناحية الاقتصادية، وهذا حدث ولا حرج في هذه المسألة وهذا الموضوع، وأتوقع أشبع نقاشا. الناحية الاجتماعية اليوم ما هو رمضان اللي كنا متعودين عليه، رمضان الجمعة ورمضان الأهل والأصدقاء وأعزم وأنعزم، صح ولا لا؟ أنشطة كثير، أنشطة وايد يعني اختفت من حياتنا أو تأجلت. وأنا يعني مع الناس، أنا مثلهم يعني أكيد أزعل من الداخل أن أنا ما شايف إخواني من فترة، أولاد عمي، أولاد خالي إخوالي، يعني عماتي خالاتي. صحيح يعني صحيح. لكن ما دام في شيء اسمه سلامة الإنسان، سلامة المجتمع، سلامة الوطن، كلنا مع ما تنادي فيه اليوم الجهة الرسمية والجهات الرسمية بأن نكون موجودين في بيوتنا، لأن في آخرين يتصدرون اليوم المشهد، وهذولا يعني قائمين بالدور وزيادة. فاليوم فطور يتأجل. نعم. قرنقشو تتأجل. نعم صحيح. سحور جماعي يتأجل. نعم. حتى المشي يتأجل على فكرة. يا نعم صحيح. ما عليه، أنا مع الرياضة وأحب الرياضة وأعمل رياضة وكنت جيم وكل شيء، لكن كل شيء متوقف. كل شيء متوقف. نعم. فأنا ما أعرف يعني طالعة فينا يعني هاليومين على قولتهم هبة، وأشوف كل حد يمشي. نعم. ولا منتبهين إن في أرقام، يعني الآن حضرتك قلت لي العدد اليوم فقط 168 هذا. نعم. رقم ما طبيعي، مخيف، رقم مخيف. نعم رقم مخيف. وهذولا يعني من
هذولا من مجتمعنا وهذولا أهلنا وهذولا أخواننا وهذولا أصدقائنا حتى المقيمين. نعم. نعم. وهذولا موجودين بيننا. صحيح. فأرقام خلينا نقول أرقام مزعجة وفي تزايد وفي أيضا من البعض مع الأسف عدم التزام أو عدم إدراك أهمية ما يحدث اليوم. نعم. في العالم وفي بلدنا مع الأسف. نحن قبل لا ندخل الاستديو كنا نتكلم عن هذا الموضوع وذكرت لي أنه أنت في دربك يمكن للاستديو أنت وتشوف بعض المقاطع في تليفونك شفت بعض المشاهد اللي أزعجتك. نحن بنتكلم عنها بس أنا شوية زاعقني المايك بهالطريقة أمامك بسمع المستمعين حاجة كذي حلوة وضبط لهم المايكروفون. هذا الموشح غاوي لكن صوتك أغوى. يا سلام عليك. وسوالفك أغوى. خلا. يعني حين كنا نتكلم قبل لا ندخل الاستديو قلنا في بداية هذه الأزمة يعني كنا فخورين أن الجميع التزم بدون لا تتخذ الجهات المعنية إجراءات صارمة جدا فيما يتعلق بحرية الحركة. صحيح. حظر التجوال وغيره اللي شفناه طبعا في كثير من الدول. نعم. وهذا أمر يعني مريح أكيد كان للجميع. اليوم مع استمرارية هذه الجائحة واستمرار ضرورة كذلك التزامنا شفنا شوي كأنه في تراخي. نوع من التراخي. آه. من الناس حركة أكثر في الشوارع ممكن تقيسها حتى بحركة السيارات. صحيح. وحركة الناس في الشارع. محتاجين نرجع مرة ثانية نقوم بدورنا ونوصل رسالتنا عبر منابرنا ومختلف وسائل التواصل عندنا في أن نحن محتاجين نستمر هذه يمكن الأزمة يبغى لها نفس طويل شوية. أحسنت. في إيه؟ أن نحن نتعداها ونتجاوزها. صحيح. لأن الفيروس مثل ما نقرأ ونتابع والناس المختصة دائما تتحدث في هذا الأمر أن هذا فيروس غريب عجيب. نعم. ما عارفي له يعني لين الحين حل يعني. كل ما مسكوا شيء منه طلع لهم شيء آخر. صحيح. وما في أمان. دول ما العالم أمان. كله بالضبط. هذا الفيروس ما منه أمان نهائيا. اليوم المطلوب مننا جميعا مواطنين ومقيمين أن احنا نلتزم بالتعليمات. والتعليمات ترى على فكرة ما متعبة ولا شاقة ولا صعبة ولا شيء. هي اجلس في بيتك بس. نعم. ولا تخرج إلا للضرورة. يا ريال احنا احيانا اذا نقص لبن وطلعنا نجيب لبن نطلع كأننا رواد فضاء. لا صحيح. تلبس وتعقم وتحط كمامتك وتتنافض وإذا ياكل عامل من بعيد لبعيد ويعني هذه من الأشياء الضرورية والهامة. كلنا قاعدين في بيوتنا ترى نعم مستمتعين مع أسرنا وعوائلنا ومارسنا هواياتنا يمكن اللي أجلناها من زمان ورجعنا إلى دفاترنا القديمة ورتبنا مكاتبنا واللي ما مهتم بزراعة إذا زارع هناك بيذامة ولا لومية ولا شيء رجعنا لها وايد أشياء سويناها. وعندنا أيضا رغبة نحن نطلع كلنا عندنا رغبة أن نطلع. صحيح. بس اليوم يوم تطلع في بعبع برا بعبع خطير جدا فمحتاج أنك أنت تأخذ الحذر وتنتبه. يعني وأنا جايينكم أنا ما طالع بالفترة وأنا طالع يا ريال أشوف الشارع عادي 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 حركة وزحمة وحركة لا واللي يعني أحيانا يحتاج إلى وقفة ونتكلم عنها. يا أخي الرياضة تراها ما مرتبطة برمضان ولا مرتبطة بوقت معين ولا مرتبطة بزمن معين ولا مرتبطة بتاريخ معين. الرياضة تمارسها في أي وقت وفي أي حين. قالوا لك حتى في بيتكم لو في درج اطلع مرة مرتين ثلاث مرات أنا أسوي كيف في بيتنا
تطلع صحيح. مرة ما أطلع 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 بالدرعي. تو أنا مستغرب محمد، حتى اللي ما يالي أول سوى رياضة تو باغي يسوي. بالضبط. لا 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 بالضبط، هالكلام صحيح. واللي تلاقيهم يعني إذا قريب من الشاطئ تلاقيه عند الشاطئ، وإذا في ممشى قالوا لي في الممشى، واللي في الحارة في الحارة. توني أنا طالع من حارتنا متروسة يا ريال حريم وعرب، ماشي وعلى شكل مجموعات وعلى شكل يعني. مجموعات وسوالف وتليفون وغيره. فإحنا نقول نتمنى ونرجو، وهذا الرجاء نوجهه للجميع، أن إحنا محتاجين يا جماعة الخير أن إحنا ننتبه وناخذ حذرنا ونتبع التعليمات، وأن لا نخرج إلا للضرورة. يعني خبرتك أنا عن الموقف اللي تابعته، وربما تابعوه كثير من الناس أخواننا من شرطة عمان السلطانية، اللي نوجه لهم التحية والتقدير. لافين ولا يشوفون زرافات يا ريال قاعدين، ومجموعات وزرافات بالعربي يقولون كيف أنزل قاعدين يمشون. يعني إيش يسوون الإخوان في الشرطة مساكين؟ فطلعوا بالمكبر مالهم بالسماعة، يا جماعة الخير يعني ما وقت رياضة، وارجع لبيتك واستمتع بوقتك ومارس رياضتك في بيتك. تخيل، مع أننا نحن المفروض عدينا هذه المرحلة لا، وناس عندهم مسؤوليات أكبر. نعم من إحنا يوجهوني عبد الله ويوجهونك ويقولوا لك رد بيتكم يا أخي، رد بيتكم، لأنك لو طلعت يعني يا بتعدي يا بتنعدي يا بتعدي أولادك وبتعدي أسرتك. مجتمعنا أوعى من كذا بكثير. نعم وأنا متأكد ونراهن على هذا الأمر. ما في أزمة مرت علينا إلا يتصدر المواطن حقيقة، وعنده من الدراية وعنده من العلم وعنده من الثقافة الكثير والكثير. وفي ظاهرة جديدة لو بقطع كلامك أبو محمد، سياكل دراجات الهوائية، هذه خلي على الله، هذه أول نشوفها، لكن الفترة الأخيرة هذه كم يوم قبل صرنا نشوفها على شكل مجموعات، وتقول كأنه في ماراثون، لدرجة أن شرطة عمان السلطانية بعد اضطرت أن هي تصدر تنويها وتتعامل بعد صحيح. مع هذه التجمعات الكبيرة. فأمور يمكن تكون يعني غافلين عنها، محتاجين يمكن نعيد ترتيب أوراقنا فيها. السياكل باعونا في السوق السوداء. السياكل اللي ما حد كان ينتبه له أقول لك صار أغلى من الذهب. أنت مرة دورت كيرم، لا تكون بعد دورت سيكل. لا كنت باغي الوصف. أقول لك الكيرم أقل داخل البيت. كنت تدور الوصف من يبيع الكيرم. عندي سياكل اثنين، حالي وحال محمد. أيوه. بس بحركناها أيوه. من بداية الجائحة نهائيا. نحن زملائنا في الشبيب عملوا تقرير يعني ميداني زين. عن حركة الدراجات الهوائية في أكثر من موقع من محافظة الباطنة، يعني المصنعة، السويق، الخابورة، في شمالها وجنوبها الباطنة. وصادف في نفس الفترة وجودهم في الميدان لعمل التقرير وتواجد الشرطة ومصادرتها لعدد من الدراجات الهوائية زين في وقته. فثابت إذا التقرير جاهز خلنا نعرضه على المشاهدين والمتابعين. هذا أول عرض لهذا التقرير. زين يلا تابع. يعني ما حلو كذاك نشر سياكل قيمة عالية في الآخر يشلوه، يعني بارد مبارد مخسرين نحن على السيكل. زين نحن ما صاحب ازعاج، نحن سيكل سيكلين ما مجموعة. والله العظيم نحن نطلع نسوي الرياضة، فما لازم للخوذة يعني، بس نطلع 3 أنفار 5 أنفار يعني 5 أشخاص فنمشي. يعني البعض هم مزعجين لكن نحن ما مزعجين، الحمد لله امورنا طيبه، نمشي برا شارع من البلاد لهني، احنا كنا في امان، بس نشوف عن السيايير الحمد لله امورنا طيبه. لو وايدين بيستوى صح زحمه وحوادث، لكن احنا 3 بس الحمد لله امورنا طيبه. كل مره لين خابوره امورنا طيبه الحمد لله. زين اول شيء من صنعاء مرينا صوب السويق يعني بدراجات هوائيه، ويت الشرطة من ناحية أن نحن مسوين يعني تجمع كبير وزعاج، وشلوا السياكل نحن مصنع الحين كيف بنرجع؟ لا والله بس الرياضة الوحيدة اللي باقيه في الوقت الحالي، يعني ماشي ممارسة الرياضة الدراجات الهوائية والمشي، يعني ماشي شيء ثاني يعني أنك تمارس في رياضة ولا شيء، أنا لس الدراجات الهوائية والمشي. ما ندور في الحوائر، ندورني داخل الشارع في الكرنيش، وعاد سمعنا أن الشرطة جاي وتنشلنا. لا هو يعني شيء يعني عادي، بس لكن ليش يشلون السياكل يعني الحين وكذاك، يعني لأن الحين تجمع ممنوع،
بس يعني ليش يشلون سياكل وشباب يعني مخسرين فلوس وكذي عشان يسوقون السيكل ويستمتعون فيه؟ يعني هو رياضة زينة في أماكن خاصة يعني في أماكن منظمة يعني بأمانة في شباب مستحترين، وعلى سبيل المثال أمس في ناس يمشي جروبات يعني مع جروبات وكذا ناس مستحترة يعني. الحين هم بروحهم داير راسهم يقولوا والله ممنوعة التجمعات، يقولوا ممنوعة التجمعات لكن شلون لو قضية يعني الخوذة وقضية اللباس الخاص وقضية الإضاءة، يعني هذه من الأشياء البديهية الضرورية. نعم نعم صحيح. لكن أطلع أنا ولا حاسب أي حساب لسلامتي وسلامة الآخرين، فهذه أيضا أنا أتوقع التدخل كان مناسب من الإخوان في الشرطة، على أقل تقدير نوع من التنبيه لهم وللآخرين. وبعضهم مسافات طويلة مثل ما تابعت في التقرير، يقول لك أنا من المصنع لين السويق وبالدراجة هوائية. أوف أوف يعني متورط صاحبنا كيف يرد عليه متورط كيف يرد. فيمكن يعني إذا بغينا نقول من فوائد كورونا يمكن يخلينا بعد نعيد حساباتنا في أمور أخرى، منها السلامة طبعا. حتى في الأشياء اللي طبعا. نحن كنا يعني نتغافل عنها مثل الدراجات الهوائية وغيرها. ونتمنى يعني أنه فعلا الكل يعيد حساباته، نحن لازلنا نسجل أرقام كبيرة ومحتاجين نستمر في اتخاذ أقصى الإجراءات. المساجد أقفلت شهر صحيح. رمضان صحيح. فعالياته صحيح. بمختلف أشكالها، العيد بيكون العيد. نفس الشيء طبعا. فأكيد أنه هذا بعد بيسقط على الأشياء الأخرى يعني مثل مسقط كمحافظة ونحن. مسقط كمحافظة مسقط اليوم مطرح لا زالت مسقط الولاية، أماكن أخرى جعلان بني أبو علي المنطقة التجارية، وبتصريح من معالي الدكتور وزير الصحة اللي نوجه له تحية وفريق العمل اللي موجود معاه، قال متى ما ارتأت اللجنة العليا أن في ضرورة لغلق أي ولاية أو أي منطقة أو أي مكان مباشرة لسلامة الناس يا أخي. نعم. يعني هذه يعني كل من يتصدر اليوم الصف الأول ويتصدر المشهد ليش طالع من بيتهم؟ صحيح. أنا أعرف في ناس ما ردين بيوتهم يا أخي من بداية الأزمة ما ردين بيوتهم، يعني ينام في مكان عمله في غرفة لأنه ما يقدر يرد إلى بيته، ما يقدر يرد يخالط أولاده يخالط أسرته يخالط. صحيح. وهي تضحية كبيرة منه طبعا. تضحية كبيرة اليوم يعني أطباء طبيبات ممرضين ممرضات طاقم طبي جميل ورائع كلهم موجودين الآن لخدمتنا وخدمة من يحتاج هذه الخدمة. إحنا بس ما علينا غير اللهم نقعد في بيوتنا ونقعد مع أولادنا وناكل ونشرب وانتهى الموضوع، وإذا طلعنا ناخذ بي أمور السلامة. صحيح. وأمور السلامة وايد سهلة تراها وبسيطة أنك تباعد بينك وبين الآخر، لو مثلا في سوبر ماركت هذه أقصى شيء نقدر نمشي له. نعم. وما نمشي له كل يوم بعد على حسب الحاجة، وما نمشي بطلع. للفسحة وما نمشي عشان نحن متضايقين من البيت عشان نمشي الاحتياجات الضرورية. نعم. الاحتياجات الضرورية تبعنا للمسافات بينك وبين الآخر، وما في هذه التجمعات، وما نلمس أي شيء، نلبس القفاز. نعم. نعمل يعني ها كل اليوم متوفرة وموجودة. صدقني دول سجلت صفر في عدد الحالات مثل الأردن الشقيق، اليوم لثامن يوم يسجل صفر. كلكم شفتوا الفيديو اللي خلعوا الله اللي بتصدرين الصف الأول. نعم. والله دمعت عيوننا يعني كبيرة كانت. وتحاضنوا سبب من الأسباب الرئيسية هو الالتزام. صحيح. دولة مثل سنغافورة، سنغافورة في يوم من الأيام سجلت أيضا أرقام قياسية قليلة. الناس شعروا أن والله بدينا ناخذ حريتنا. نعم. بدوا يأخذون حريتهم في قضية الانتقال والتجمعات. اليوم قاعدين يكافحون هذه الأرقام العالية. نعم. مع الأسف الصين اللي 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 بدت الشرارة منها يسألونهم يا أخي أنتوا إيش سويتوا؟ قال إحنا ما سوينا شيء غير اللهم قضية الالتزام. الالتزام. بس. نعم. نعم. قبل لا ندخل الاستديو قلت لي كلمة جميلة جدا، قلت لي المتلقي عندنا راقي جدا، ولما يعني تطلق رسالة معينة توصل بشكل مباشر، ما عندنا هذه الحواجز. لا. وما عندنا ذيك المناغصات. لا. من المرسل إلى المرسل إليه.
إذن هذه رسالتنا نحن اليوم، ورسالتنا ورسالتك ورسالة الجميع. لا، المتلقي عندنا اليوم وأمس وبكرة متلقي واعي. اليوم عندنا مجموعة من شبابنا يا أخي في منتهى الروعة ومنتهى الجمال، وبالعكس هم يتصدرون المشاهد الأولى اليوم. صحيح صحيح. في قضية حملات وفي قضية أمور كثيرة، إن كانت هذه الحملة ميدانية وموجود على أرض الواقع أو حملات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم أنا كان فخور أن أشوف مجموعة من الشباب، وشباب جامعيين وشباب ما بعد الجامعة، وهم يقودون حملات معينة على تويتر وعلى الانستغرام وعلى وسائل التواصل الأخرى. هذول من؟ نعم. هذو أولادنا وبناتنا وشبابنا في هذا صحيح. البلد. صحيح. فأنا هذه نصيحتي للجميع، متى ما أردنا، أنا دائما أقولهم، متى ما أردنا أن نخرج في اليوم السعيد نصبر شوية. نصبرنا. وصبرنا شيء وايد، ترى صبرنا شيء وايد. صحيح. باقي شيء القليل، وما مطلوب مننا أبدا 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 غير أن احنا نتبع التعليمات، وهذه التعليمات لمصلحتنا. نعم. وهذه اللجنة العليا اللي اليوم جات بأوامر سامية من مولانا جلال السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله، ويرأسها اليوم معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بعضوية عدد من أصحاب المعالي والسعادة وعدد من المسؤولين، هذولا لخدمتنا. صحيح. وهذه اللجنة تنعقد لخدمتنا وتراقب وتتابع لكل شاردة واردة وكل صغيرة وكبيرة في البلد، كلها لمصلحة المواطن والمقيم والوطن، ليكون إن شاء الله هذا الوطن دائما ومواطني والمقيمين فيه معافى. وما بتنجح هذه الجهود إلا إذا خلينا إيدنا بإيدهم ونعبر إن شاء الله بسلام من بإذن هذه الله تعالى. الأزمة. عدد كبير من التحايا الواصل أكلات الجو علي اليوم، كلهم تحيدك نجم عون، كلهم أستاذ خالد ومنور وكاشف وجميل ورائع، تحياكم ما واصل. أنا أكشف لك عن سر اليوم. قول. في فترة من الفترات وسنة من السنوات الماضية لما كنت تطلع للميدان ومختلف الولايات لتقديم برنامج كلام من التراث، أنا كنت واحد من اللي تركبه وراء الكاميرا، امكنتي علي شوية، امكن اشوفك صغير عبد الله، كنت صغير بس واحيت على هذا، وانا واحيت. صغير اركض وراك عشانني شوية اطلع كيها في الكاميرا، ولا ما ظن تصدق بكون قصير صغيرون، عشان كذي لازم تعرف ليش انا اليوم مبسوط يعني. انا اريد اتكلم عن البرامج التلفزيونية والإذاعية الكثيرة اللي قدمتها. إحنا ما محتاجين نقول والله البدايات وغيرها، هذه صارت معروفة عند الكل حبيبي. لكن أنا اليوم كمذيع في مؤسسة إعلامية وأشق يعني بداياتي وطريقي، أكيد يكون عند الشخص طموح في تقديم عدد من البرامج، والأستاذ خالد قدم عدد كبير من البرامج اللي محتواها يمكن منوع ومختلف، يعني في بعضها حوارية وفي بعضها ترفيهية وفي بعضها مع الجمهور. هل تشعر أنك غطيت كل طموحاتك فيما يخص هذا المجال وقدمت جميع البرامج اللي ترغب فيها كإعلامي؟ لا، رغم هذا كل اللي عدته أنا لين اليوم بعدني ألف باء إعلام. أنا بعدني إذا دري للطابق الثاني والثالث والرابع والعاشر، أنا أقول لك أنا يمكن بعدني توني في بداية، ما أقول هذا يعني للإعلام ولك ولمن يتابعنا، بس صدقا يعني مدرسة الإعلام مدرسة كبيرة. أنا أقول صعب من ما كان يقول لك أنا والله وصلت وأنا اكتفيت وأنا قدمت وأنا أعطيت، اللي يقول لك كل هذا الكلام معناته هذا محتاج أن يرجع في بداية السلم من أول وجديد. الإعلام مثل ما تعرف عبد الله وانت شاب رائع حقيقة ومجتهد ولك مستقبل جميل، وانا اتابع حواراتك وتابع يعني نشاطك على إذاعة الشبيبة، وما شاء الله من الشباب اللي انا افتخر بهم. نتعلم منكم. مهما قدمت ستظل في امور ناقصة. انا الى اليوم اكيد ما حققت طموحي، الى اليوم بعدني اقول ربما تعثرت في مكان ومحتاج أني أكون في مكان آخر، ربما ما أعطيت الشاشة حقها، ربما ما أعطيت الميكروفون حقها، ربما ما أعطيت المتابع لي إن كان مشاهد أو مستمع.
حقها، ربما ما أعطيت نفسي حقها في أنني أعطي أكثر وأكثر. فالمجال مجال كبير ومجال واسع، ومهما قدمت فيه ومهما وصلت فيه أنت لازلت في بدايتك ولازلت في المقدمة ولازلت في الدرجة الأول من السلم. نعم، لكن اسمح لي شوي أنا مشاكس يعني. قول. الحين أنت حواري قدمت، جماهيري قدمت، إذاعي تلفزيوني، خلنا نتكلم بشكل شوية مفصل يعني. وين المكان اللي تشعر أنك ما أعطيت حقه مثلا؟ وين المكان اللي كنت تنتظر فيه فرصة لكن ما حصلت الفرصة الكافية فيه؟ إيش اللي كان قريب منك كنت تستمتع جدا لما أنت تقدمه؟ أنا في كل شيء، ما في إنسان يقول لك أنا أعطيت كل شيء. أنا نعم قدمت مختلف هذه البرامج اللي ذكرتها ومعروفة عند الناس، إن كانت إذاعية ولا تلفزيونية، بس أكيد أنا ربما يعني عندي طموح أكبر أن هذا البرنامج يكون بشكل أحلى بشكل أفضل، ربما في نقاط معينة في ذلك الوقت غابت عني، ربما كنت أحتاج أنني ممكن أجتهد في 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 جزئية معينة من هذا البرنامج. لكن مع كل ما قدمته أنا أحس أني أقرب ما أكون في البرامج اللي تناقش هموم الناس، تناقش هموم المجتمع، وكم أكون يعني في قمة سعادتي إذا ناقشت موضوع وهذا الموضوع لقى الصدى ولقى الحل عند المسؤول أو عند الجهة المعنية أو عند يعني من أحيانا يقصده هذا المواطن أو هذا المستمع أو المتلقي. بقرأ لك تغريدات من 2012. يوف. من 2012 يعني مجهز. حوالي 8 سنوات. زين. نحن عندنا هني جميلة هذه شغلتها تنقب ما شاء الله عليها. في تغريدة لشخص اسمه حسن بن علي التميمي يقول السلام عليكم، بصراحة كان أفضل برنامج إذاعي معي هذا الصباح بأداء المذيع المتميز دائما خالد الزجالي، أخوكم حسن التميمي. مشكور يا حسن. خلينا نعرض التغريدات. نعم موجودة حتى يشاهدها كذا. يمكن بعد حسن يعني من 2012 ناسي وتذكر. يمكن. المختار السيفي هذا التغريدة كذلك في 5/1 2012 يقول أسمع الحديث دائما عن تقييم المستمعين لمذيعي برنامج هذا الصباح، من وجهة نظري لو سمعت صوت خالد الزجالي تعتريني فرحة عامرة بأنه سيقدم الكثير. تغريدة من بدر يقول الأستاذ خالد الزجالي يا ليت كل مقدمي برنامج هذا الصباح يحذو حذوك، وهذه بعد في 2012. خالد الشبيبي أو الشبلي يقول الأستاذ خالد الزجالي الذي قدم برنامج هذا الصباح كان كل مسؤول يحمل معه راديو ويستمع من أخطاء الواردة وتأخير معاملات الناس، خدمة إنسانية راقية. هذه التغريدات لما بحثنا عنها اضطرينا أن نوقف وقفة مع هذا البرنامج، لأنه حتى من ملامح وجهك الآن أستاذ خالد أشعر أنه ما كان برنامج عادي، ما كان مجرد برنامج يقدم عبر الأثير فحسب. لا، كانت تجربة رائعة و كان نقلة نوعية غير مسبوقة للإعلام العماني في ذلك الوقت. 2008 هو مر على أكثر من بدايته تقريبا في 2008. برنامج كان عمل نقلة للجميع حقيقة، وكان المتلقي متفاجئ من الطرح والمسؤول متفاجئ من الطرح. ليش؟ والمذيع متفاجئ من الطرح، لأن الطرح ما اعتاد عليه المستمع جرأة؟ في جرأة ما كانت مسبوقة نهائيا، لكن يعني جرأة بس يعني مؤطرة في إطار جرأة مسؤولة. أحسنت. هذا اللي بغيت أقوله. يعني مو معنات أن أنا أفتح هوا ويعني ممكن أوصل إلى خطوط حمراء أو أحيانا أعتدي لفظا حتى على 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 المسؤول او نعم. على المستمع او غيره ابدا. كانت وهذا اللي نناشد به، وهذا متاح واليوم عندكم حتى في الشبيبه او نعم. في الاعلام بصوره عامه،
الكلمة المسؤولة اليوم مسموعة، ومتى ما أحيانا لعبت بمفردات معينة أو أحيانا وصلت إلى خصوصية معينة لشخص معين أكيد يعني غير مقبولة نهائيا. فالبرنامج عمل نقلة للجميع، الشباب فريق العمل ما كان البرنامج خالد، البرنامج كان في فريق عمل يشتغل عليه ليل نهار، كان يعني مذيعين أيضا كانوا لا يقلوا إنما أساتذة كانوا لخالد كانوا موجودين في هذا البرنامج، فريق إعداد ومتابعة كان رائع ومتابع كل تفاصيل البرنامج، يعني ما تتخيل الحلقة مباشرة بعد الانتهاء منها يفرغوها وترسل كل ملاحظة إلى الجهة المعنية في نفس اليوم، نفس اللحظة في نفس اليوم، ويتبعوها باتصالات هاتفية، يعني كانوا عندهم من الإلحاح لدرجة الملل عند الآخر يعني نعم، حتى بس يوصلوا المعلومة ويأخذون المعلومة الأخرى للمتلقي لليوم الثاني. واللي ما لحق على هذا البرنامج كان يبث في وقت مبكر جدا، يمكن 6:30 بالضبط، يعني كان البداية من 6:30 يعني ونص. أنا في البدايات كنت أصلي الفجر في الاستوديو في الإذاعة نعم، ويعني أنا بعد برنامج صباح الخير يا بلاد اللي قدمته في الإذاعة العامة بداية 87 هذه بداية البرامج الصباحية المباشرة في الإعلام العماني إجمالا، أنا قدمت لسنوات هذا البرنامج وبعدين تناوبوا عليه الزملاء إلى اليوم، فارتحت من فترة الصباح الصحيان البدري هذا، فترة قدمت قهوة الصباح بس كانت تبدأ متأخرة في التلفزيون يعني مال 9:30 تقريبا، ما من 6 يعني معناتك من 5:45 صاحي، فيوم قالوا لي فكرة البرنامج وطلبتني إدارة الإذاعة أن أقدم هذا لأن يوميتها كنت في التلفزيون ما كنت موجود في الإذاعة نعم، كنت رسميا في التلفزيون، فطلبوني في الإذاعة قالوا إحنا عشان تقدم معنا هذا البرنامج، فيوم شرحوا لي فكرته قلت لهم أنا أول واحد بكون موجود فيه يعني فقدمنا لي هذه الفترة نعم. أبو محمد نحن نعرف وش تعني الجرأة في المجال الإعلامي، وانت ذكرت انها كانت غير مسبوقه وكانت مفاجاه للجميع. صحيح. من اعطى وقتها الضوء الاخضر لبرنامج من هذا النوع انه يبث للناس ويكون بهذه الطريقه؟ يعني بكل تاكيد في اداره كانت معنيه بهذا الموضوع، وبرنامج بهذه الجراه وبهذا الحجم وبهذه المسؤوليه بكل تاكيد معالي الوزير في ذلك الوقت نعم أستاذ حمد الراشدي ومكرم الشيخ عبد الله شوين كان في وقتها نعم. وكيل وزارة الإعلام هم بكل تأكيد عطوا هذه الإشارة وكانوا متابعين كل صغيرة وكبيرة وكل ما يدور في هذا البرنامج. صحيح أن الناس بدأوا يأخذوا أجهزة الراديو أو المذياع إلى سمعت نعم إلى أعمالهم صحيح حتى ما يفوتهم شيء من الطرح أو صحيح البرنامج. صحيح وكان يعني حتى في الأسواق والناس تبيع كانوا يعني حاطين الراديو جهاز الراديو جنبهم سيارات الأجرة مثلا واقفين في محل وقوف الستيشن مالهم كانت سياراتهم يعني معلينها على 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 إذاعة الشباب في ذلك الوقت على برنامج هذا الصباح. والجميل واللي صنع فارق بعد كان تفاعل المسؤولين وقتها يعني بعض الأسئلة تمت الإجابة عليها مباشرة من بعض أصحاب المعالي في أنت تعرف إن في بعض أصحاب المعالي هم اللي دخلوا علينا لايف من غير ما نعرف نعم 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 دخلوا علينا لايف أكثر من وزير يعني لا أتفاجأ يقول لي مثلا المخرج أن دخل علينا على الـ على الـ على الـ على الـ على الاستوديو على التلفون ما تلفون المتلقين التلفون الآخر يا داخل على البدالة نعم اي والله ويقولوا لي الآن معك فلان الفلاني الوزير الفلاني يبي يرد على المكالمة اللي كانت قبل شوية أو يتداخل مع المستمع. ممتاز وهذا تفاعل كبير. وفي بعضهم يدخل علي مثلا على تلفوني الخاص يعني واحد منهم دخل علي بتلفوني الخاص وكتب اسمه وأنا ما عرفت منه نعم فأقول له من هو فلان الفلاني قال لي أنا وزير الجهة المعينية فدخلت معي علاوة
كان موضوع كان وهو طالع في السيارة فسمع فحب أنه يتداخل وفعلا طلب صاحب المكالمة قال لي إذا ما الآن يقول لي في إجازة أنا في إجازة بس إذا أنت قريب الآن من مكتبي وقريب من الوزارة تعالي المكتبة الحين الله. وإذا بعيد هذا بروح على شهادة على هذا الموضوع يعني ما أقول تزلف عشان ما أقول اسم الريال وفي بعضهم ما تجاوب يعني نقول في بعضهم ما تجاوبوا وفي بعضهم زعلوا عيال صحيح بس هذا قال لي إذا قريب أنا في إجازة وبكمة بس عشانك الآن بروح إلى المكتب إذا بتيني تعال أو إذا كنت بعيد ولا عندك أي ارتباط تعالي باكر ولا ورا باكر أو مكتبي بيحدد لك الموعد فراح وخلص موضوعه يمكن المذيع يعرف هذا الشعور جيدا عندما يطرح موضوع في برنامجه ويحصل تفاعل وبعد فترة يشوف أنه هذا الموضوع يعني وجد طريقة للحل يعني نحن نعرف جيدا هذا الشعور كيف الواحد يحاول يبذل المزيد هذه المرة في أنت تعرف عبدالله أحيانا يوم تنحل قضية أو ينحل موضوع معين أو في استجابة كأنه موضوعك إيه صحيح والله تحس براحة نفسية غريبة عجيبة فلا مثل هذه البرامج جيدة وضرورية وجابت نتائجها واليوم أنا أشوف من خلالكم حتى في إذاعة الشبيبة أو الإذاعات الأخرى قائمين أيضا بمثل هذه الأدوار نعم أزعج من هذا البرنامج؟ اللي ما واثق من نفسه بس لكن هذا الانزعاج ما كان انزعاج عادي كان انزعاج لردة فعل على البرنامج وبدأنا طبعا نشوف بشكل تدريجي كيف وضعت القيود على هذا البرنامج ويعني وقتها ما كانت وسائل التواصل الاجتماعي نشطة بهذا الحد صحيح. الآن ولكن من الأشياء اللي يعني تسربت والحديث أنه يعني الموضوع وصل إلى جهات عليا جدا وبدأ تأطير هذا البرنامج يمكن بطريقة ما يرغب فيها أي إعلامي وأي مذيع يقود برنامج حواري تطرح فيه قضايا ومشاكل الناس شوف عبد الله الآن البرنامج يعني لفترة ومتوقف وأنا ما يعني الآن نذكر يعني والله كيف وما كيف وليش وما ليش بس أنا بقول لك يعني أحيانا لكن هذا في دروس ترى بقول لك على شيء أحيانا كثير من الكلام يوصل وأحيانا يكون غير دقيق يعني إحنا المشتغلين في هذا البرنامج سمعنا كثير من هذا الكلام ترى من الخارج من خارج الإذاعة أو من خارج الوزارة أو من خارج الهيئة اليوم المهم أن هذا البرنامج وخلينا نكون متفقين أي برنامج إذاعي ولا تلفزيوني لفترة زمنية معينة يقدم لهذيك الفترة ويحقق غرضه ويحقق أهدافه لتلك الفترة ما شرط أنه يستمر مدى الحياة يعني إذا استمر دورة ودورتين وثلاث وحقق ما كان يتمناه فريق البرنامج نقول خير ونعمة أنا ما زعلان أنه وقف البرنامج أنا فرحان أن البرنامج قدم في الإعلام العماني في فترة من الفترات واليوم يضرب في المثل مو بس في عمان في خارج عمان يعني شافوني زملاء في إذاعات عريقة وفي إعلام عريق من دول مجلس التعاون وكانوا يعني فعلا مستغربين من هذا الطرح اللي كان يقدم من خلال برنامج هذا الصباح ممكن نحن فتحنا صفحة هذا البرنامج لأنه لما نقيس يعني بين مرحلة ومرحلة ونشوف مثلا تفاعل الناس وتفاعل المسؤول أنت اليوم ذكرت أمثلة لتفاعل بعض المسؤولين وهذا تفاعل أكيد إيجابي يمكن حتى الآن مع الانفتاح الكبير كما يعتقد البعض في وسائل الإعلام يمكن ما تصل له بعض البرامج في قوة الطرح وكان في برنامج مماثل آخر في دائرة الضوء صحيح. هذا كان تلفزيوني نعم. نشوف بعض اللقطات هذاك ما رمنا نحصل شيء منه لأنه كان إذاعي ووقتها ما كانت توثق كثير صحيح نتابع هذا العيش متى دخل عمان حتى يغلي تو والعيش الواحد عنده 50 مخزن 60 مخزن كم وصل الحين العيش الحين بو 10.5 صار 14.5 و15 متى دخل عمان هذا حتى يكون يصير غالي هناك يقولوا منك وان غالي ماشي منه ولا واحد يقل عن 100 مخزن عنده هم ليش عين رفعوا الاسعار كذا ترى ماشي مراقبه انا متمنينك تجي معي تو جاسك ما زعلنا جايين هذا رافعين الاسعار من دون رفع اسعار منك ايش وايش رفعوا رفع الحليب والزيت والسكر
والصابون كل هالأشياء والقهوة كل شيء مرتفع. كل شيء مرتفع. ارتفع بسبب موت. متى ارتفع؟ 2007 قالوا أكثر شيء. لا لا ارتفع في هذا الشهر شهر 3. ليش؟ ما شي مراقبة عليهم. يقول من أمرني قال له ما حد ومن نهاني قال له ما حد. الواحد على كيفه؟ كيفه هي متى ما رفع رفع؟ هي رفع. هذا ما جاء على طريق مينات، ما جاء على طريق البر، ما في فواتير سمان. هذا ابو صدر جيبوا الفواتير وكلهم كلهم كلهم تواصلوا عمان كلها. فشاف انا شفتك انت الثاني شاف الثالث شاف الثالث والرابع شاف الرابع وهو ماشي وهو ماشي وبعده بيوصل فوق اسعاره. وغير عن العيش كل شيء مرتفع. كل شيء مرتفع. والشركات هذه يوم هذا فيه هذاك الكيس يشرب 350 وتو ب 800 من رسالة اللي هنا شيء قمرق عليه. والزيلة هاي من 250 اللي استوت ب 700 شيء قمرق عليه. هذه هنا هذا هواها فرسه خلت المراقبة. واحد معاشه 90 ريال واحد معاشه 90 ريال ما التقاعد ولا 200 ريال. السمك تسمع مني ب 5 ريالات ب 6 ريالات على اليوم بعده. سمعت وش قال في بداية الحوار؟ قال تمنيتكم تيو عندي واليوم ييتوا. يعني وسائل الإعلام بعد لازم تتحرك وتكون قريبة من الناس، ما تنتظر الناس اللي هم يوصلوها. صحيح. وهذا اللي كان يقوم به برنامج في دائرة الضوء في تلك الفترة. وما دام من ناداني معناته أن رسالة البرنامج كانت واصلة. يعني كان بسهولة أنزل الشارع والناس تركض وراي على أساس أن تشارك في القضية المطروحة. هذا كان الوالد كان آخر واحد وإحنا كنا طارحين موضوع الغلاء. آخر واحد وإحنا مروحين يعني ململبين أغراضنا. نعم. وتم هو يزقرني خالد. فيوم شفت قلت له نعم. قال ما يتوني. الشباب تعرف إحنا يوم نسجل البرامج المفتوحة مثل هذه مع الناس يتعبوا ترى المصورين. صحيح. وأجهزة ومعدات وكذي وغيره. وأنا شوية أعذب بعد في الخارج. أعذبهم يعني لحين ما أحصل اللي أباه. أيوة. إن كان في كلام من التراث أو هذا البرنامج يعني أعذب. لأن إيش منطقة أنت تنتقيهم الناس؟ لا أنت تلقاهم في الشارع. في هذا البرنامج أنت تنزل ميداني. أنزل ميداني. وبعدين أجمع هذا. وبعدين أجمع. وما حبيت إنه يكون عندي يعني مراسل ولا واحد آخر. بروحك تنزل الميدان. يروح بس يمد الميكروفون حق الناس وبعدين نقطع ولي. لا 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 لا. كنت أنا على أساس إني أعيش الجو معهم ويوم أي الاستوديو أي مشحون. أيوة. يعني أكون عايش. مهم. خلاص عارف القضية وتفاصيلها. فهذا كان آخر واحد في هذه الحلقة. هذا البرنامج يعني احنا ذكرنا قبل قليل نماذج لبعض المسؤولين اللي يتفاعلوا بطريقة إيجابية مع القضايا اللي تطرح ويبادروا يعني بروحهم في المشاركة والرد. لكن على الجانب الآخر يمكن بعض المسؤولين تزعلهم مثل هذه البرامج وتزعلهم مثل هذه التقارير. صحيح. وانزعاجهم يصل أحيانا إلى حدود بعيدة. زعل زعل وعتاب وأحيانا يمكن أكثر من ذلك في مواقف من هذا النوع. وايد وايد وايد. يعني البرنامج ما في حلقة نزلت إلا يعني خذيت أنا نصيبي من العتب أو من اللوم أو من والزعل أحيانا. الزعل يعني مرة مثلا واحد من المسؤولين اتصلت فيه استأذن بمسؤول معه في الجهة اللي هو كان يديرها. فقال لي حاضر إيش الموضوع؟ قلت الموضوع 1 2 3. نعم. قال لي زين. اتصلوا فيني بعدين من مكتبة قالوا لي بيك فلان. قلت له زين أهلا وسهلا بي. جاء ومجمعي له إحنا مثل هذه الأشياء. مجمعين مجموعة من اللقاءات وتصوير خارجي. يعني في صورة عندك في تلفزيون يعني في مصداقية. نعم. فيوم جاء واجهته المسؤول هذاك واجهته بالحقائق اللي موجودة معي ومع الناس. نعم. وأنا كنت يعني بالإضافة أني أعمل تقرير خارجي مصور كنت أجيب ناس أيضا لهم رأي في القضية وفي الموضوع. نعم. يعني شوف مع المسؤول اللي يا أخي ترد رد ما ترد هذه قصتك يعني. فهو رد
لكن بعد ما انذاعت الحلقة شكل المسؤول اللي أنا كنت طالب منه الضيف إيه؟ ما عجبه طبعا. قال أنت أون تحاملت عليه وجبت التقارير ضده وحتى اللي موجودين يعني كانوا عنيفين. قلت لحين لاني لا أعرفهم اللي يبنهم الاستوديو، ما أنا اللي يجيبهم أساسا، في فريق الإعداد اللي عندي. نعم. يروح يجيب الناس ما أعرفهم ولا نتفق معهم ولا شيء ولا غيره، وبرا أنا أروح في الشارع يعني مثل هذا نادى لي تعال تكلم في الموضوع، وما نحذف شيء إلا في حدود معينة يعني. إذا وصل إلى تجاوزات معينة وهو حشاهم ما حد وصل يعني. يا أخي وأنا كنت أسوق سيارة وكله ماشي سماعات وماشي بلوتوث مال دلاع ولا شيء وماشي السيارات اللي فيها وقفت يمين وعطاني شغلي وانت 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 لا اله الا الله محمد يا رسول الله علامك ايش فيك؟ اقول له انا ما سويت شيء. لا وانت خدعتني وانت سويت، ما خدعتك ابو يوم مديرك ما جاوب يعني ما مني، وزعل مني كم يوم. وبعدين اتصلوا فين تعال مشيت له شربت شاي معه واشوفه يضحك. قلت تعاين ابوك انت، حتى ابوك قال لا يا اخي بس انت كذا. بعدين انا شفت الحلقه وكان طبيعي، وبعدين ناقشنا الموضوع وبعدين قلت زين الحمد لله رب العالمين. يا ابوي احنا لا نبغى نزعل ضيفك ولا مسؤولك ولا غيره، احنا عندنا قضيه نبي نطرحها نوجد لها حل. هل وجدت لها حل؟ قال ايوه حليتوها حليناها. قلت له جزاكم الله خير، شكرا جزيلا. هذا العتب مرات يضايقك يثنيك عن باقي الحلقات يقول اللي الباب اللي من الريح سده وستريح؟ لا بر ابدا ابدا ابدا. انا اقول لك ماشي حلقه الا نازعوني فيها يعني، وفي حلقات اكيد يعني اللي طبعا هي حلقه اسبوعيه كانت حلقه اسبوعيه خلص من هذا وتستعد للي مرة, مرة, مرة انا عامل حوالي في كل دوره 13 موضوع، نجيب حوالي 26 28 موضوع، واللي نقدر عليه نقدر نسويه ومواضيع الساعة. فهذه ما كانت، لا 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 بالعكس يعني، ما دام انت عارف ايش قاعد تقدم وتقدم للناس وتقدم لمجتمعك وتقدم لمواطنيك وتقدم لوطنك وفي وسيلة من وسائل البلد والوطن، أكيد ما بتتجاوز حدودك نهائيا في طرحك. نعم، الجميل أنه متابعين على البريسكوب في تويتر مستمتعين بهذا الحوار ويقولوا بعيد الشهر أنتوا تسولفوا وحدكم، زين خلونا نحن بعد نسولف معكم إن شاء الله. 2-4 يشرفونا صفرين صفرين، أرقام هواتفنا 2-4-9-0-0 وما نبغى نخلي حد ينتظر على الخط، بس رسلوا ليالي الشبيبة على 9-4-7-9-9-9-5 وحدنا بنتصل فيكم وبتشاركم معنا إن شاء الله البرنامج من خلال أكيد سمعنا لأصواتكم. هذه مشاركة يقول يا الله ذكرتنا أستاذ خالد كنت صوت الشارع، هذه مشاركة بس زين تكتبوا أسماءكم لأن أحيانا العنوان على عبد العزيز يقول ممكن تسأل ليش مثل هذا، سألناه وذكر طبعا الأستاذ خالد أنه يعني البرامج تأخذ دورتها أحيانا. نعم ناخذ أول اتصال. مساء الخير. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. يا مرحبا، أوه هذا أبو نواف. أوه توي كلمني. مساك الله بالخير. هلا مصنوف. ومبارك عليك ما تبقى من الشهر الفضيل. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وشهر مبارك، وإن شاء الله في هذا الشهر سننتهي من أزمة كورونا ونتجاوز إن شاء الله. إن شاء الله. منصورين هذه الأزمة وكل الأزمات بإذن الله، عمان دائما إن شاء الله تنتصر على كل الجوائح إن شاء الله تعالى. أبو محمد ينشد عنك أول ما وصل لذاعة يقول هذا الريال وين؟ مغيبينك 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 بنواف، هين أنت؟ هلا هلا أبو محمد، أخبارك؟ الحمد لله حبيبي الحمد لله. ترى خلاص هالأيام مستقرين في البيوت ما ايوه، وحتى الموبايل صرنا قريب بعيدين عنه شوي. قالوا حصلان مكان ما اعرف كين حصلان. لا موجود ما اخرج انا رجال ملتزم تعرفني يعني. كيف؟ عرفك ملتزم بالاجراءات الحمد لله دائما كذا. انت ولد الحلال لو تشوف هنيته ومسافه الامان اللي بيني وبين ابو محمد بتقول هذا ما كورونا، هذا عفريت ماخذيننا اياه 4 متر. اقول لك ترى خبرني الاستاذه جميله ان نجي الاستوديو، قل لا ما اجي الاستوديو انا. أوه من بعيد لبعيد. خل عنك انت ما في مسقط، لو مسقط لا في مسقط والله.
لا اقول لك لا تسوي اتهام كذا علي. يعطيك العافية يا رب. كنا نسولف في البداية عن رمضان في زمن كورونا، واكيد امور كثيرة تغيرت. وش اللي فرق عليك ابو نواف هذا رمضان؟ وش متعود في كل رمضان وتحس انك افتقدته هالشهر بهالسنة؟ لا افتقدنا اشياء كثيرة الحقيقة. يعني هذه زمن كورونا هذا يجب أن يسجل هكذا تاريخيا، يعني حقيقة يعني جاء في وقت، وتعرف رمضان عادة يعني شهر زيارات وتجمعات الأهل والأصدقاء والزملاء، وتعرف حتى فيما يتعلق بتجمعات في المقاهي والمولات وكذا زين، وزيارات الأهل يعني حتى يعني بين وياك نحن حتى كبار السن الآن الوالدة يعني من بعيد يعني ما نقدر حتى نقترب منها، يعني صحيح. أمر سبحان الله يعني هكذا، لكن هو أمر إلهي وعلينا أن يعني أن نستجيب، ولابد أن احنا نلتزم بالقرارات إن شاء الله. هذه الجائحة ستنتهي وعلينا أن يعني نتبع التعليمات الطبية في هذا الشأن، لكن كثير من الأشياء تغيرت. يعني هذا الشهر الفضيل عادة دائما نروح لبلاد مثلا زين، وأنا في الجبل الأخضر عندي مكان هناك، وأسير كنت في رمضان خاصة السنوات الأخيرة لأن رمضان يجي في الصيف. كأنك مرصود هناك، كأنك مرصود هناك. في البدايات، في البدايات. مرصود مرصود. لكن كنت من البيت إلى البيت يعني. من حقه علينا أبو محمد يوم يوسوس يوم يقول هذا متأكدين إنه في مسقط ولا رايح مكان؟ كنت هناك موجود، لكن قبل عاد يغلقوا محافظة مسقط كنت هناك موجود الحقيقة، لكن لما أغلقوا عاد التزمنا بالأوامر. نعم. وابو نواف انت في الحقيقه دخلت في وقتك، كان كذاك شويه حديث غاو بين انا ومحمد، كنا نتكلم عن مجموعه من البرامج اللي انت بعد كنت اتوقع شريك انا فيها. يعني اخذت برنامج في دائره الضوء من استاذ كبير مثل ابو نواف، وخفت انا يعني هل قام العوده هذه اللي يقدم البرنامج ذكر ابو نواف يعني. طبعا هذا البرنامج انت بصراحه اقول لك يا ابو محمد يعني وضعت عليه لمسات جميلة جدا، وانت بطبعك يعني رجل صريح وواضح وشفاف حبيبي، واسئلتك دائما كذا مدروسة ومقروءة، والبرنامج يعني حقيقة يعني من يد الى يد استاذ يعني حبيبي حبيبي، يعني اخذ رونق كبير واشتهر هذا البرنامج، وتمنيت الحقيقة انه يستمر صحيح. حتى لو كان بشكل يعني نعم. اخر، لكن هو برنامج اجتماعي من الدرجة الأولى حقيقة يعني نعم. وكان أيضا برنامج مدعوم يعني تذكر أبو محمد من يعني رئيس الوحدة من معالي الوزير صحيح ذكرتها نعم. معالي وزير الإعلام عزيز الرواد صحيح. أو معالي حمد الراشدي صحيح. نعم. صحيح كلاهما كانا داعمين للبرنامج صحيح، وأيضا لأصحاب السعادة الوكلاء يعني بالضبط. كانوا أيضا داعمين يعني، وكنت تمنيت الحقيقة أن هذا البرنامج يعني برنامج جماهيري اجتماعي مثل هذا كان يفترض أنه يستمر يعني وأتمنى يعني الأجيال الجديدة من الشباب المذيعين الآن والإعلاميين وهم كثر أنهم أيضا سواء من خلال الشبيبة أو من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أو القنوات الأخرى أن يتناولوا برنامج شبيه من هذا النوع صحيح. لأن هذه البرامج مهمة جدا، لأن تصل إلى عمق الحياة الاجتماعية للناس وتطرح قضاياهم نعم. وهو أمر مهم في هذه الأزمة نعم. أبو نواف نحن قبل قليل عرضنا بعض اللقطات من هذا البرنامج وشفنا كيف البرنامج ينزل إلى الشارع ويجمع مجموعة من اللقاءات والتقارير وبعدها يعرضها في البرنامج، حتى كان أبو محمد يتكلم أحيانا عن زعل وعتاب بعض المسؤولين وغيرها. الآن أنا أمام تجربتين كبيرتين، يعني نتكلم عن محمد وابو نواف. المذيع ما هي المواصفات اللي يجب أن يتحلى بها وهو يدير مثل هذه البرامج اللي فيها صوت الناس وفيها حاجة لرد المسؤول؟ هو هني الحين يعني صاحب رسالة أكيد في أنه ينقل الصورة والمشهد بمصداقية. في حقيقة الأمر يعني المذيع يجب أن يكون هو لسان حال المجتمع ولسان حال الحكومة ولسان حال كل من يقيم على الأرض في أي دولة يعني، ويكون قريب من المشهد الوطني والمحلي والاجتماعي ومدرك لقضايا الساعة، وبالتالي طرحه يجب أن يكون طرح موضوعي
الموضوعية جدا مهمة، وأنت أمام قامة إعلامية كبيرة الآن الأستاذ خالد، هو أنا في رأيي يعني شهادتي في مجروحة حبيبي، لكن هو أفضل شخص حقيقة يعني أدار برامج جماهيرية من خلال البث المباشر أو من خلال برنامج في دائرة الضوء. وبالتالي لأنه أبو محمد رجل يعني يعرف حاجات المجتمع وهو قريب من الناس، وبالتالي يلتقي مع كل الفئات الاجتماعية، وأيضا له علاقات كبيرة يعني مع المسؤولين في الحكومة، وطرحه دائما مقبول، وبالتالي لابد للمذيع أن يكون له علاقات مع الوسط، وسط المسؤولين وعلاقات في الوسط الاجتماعي. صحيح. وأنه يجب أن يكون طرحه موضوعي، لا يعني يقوم بطرح قضايا يعني ولديه هو أساسا في داخله أشياء معينة يريد يطرحها ذاتية، يعني صح. قضايا ذاتية. نعم. لابد أن يكون هي قضايا المجتمع في حقيقة الأمر، ويدرس القضية بشكل متمعن وبشكل مدروس وبشكل معمق، ومن ثم يطرح هذا الأمر. وبالتالي أن الحكومة عندما يعني مذيع يكون بقامة الأستاذ خالد، عندما يطرح قضية من هذا النوع، أيضا المسؤولين في الدولة يعرفوا أن هذا الرجل بهذا المستوى بهذا الطرح يعني يحتاج الأمر إلى حل. وبالتالي كان يعني من خلال هذه البرامج تنحل أمور كثيرة، وأحيانا يعني كان تجي توجيهات حقيقة أخي عبد الله. نعم. كان تجي توجيهات من مولانا الله يرحمه ويغفر له جاء سلطان أبو صيب. نعم. الله تراه تأتي تعليمات، يعني نحن حتى كنا يعني نتفاجأ إن لحل قضايا كثيرة يعني في بعض البرامج التي كنا نطرحها في هذا في ذاك الزمان. صحيح. واليوم نحن أمام أيضا قامة مثل جلال السلطان هيثم، هذا الرجل اللي يعني هو أصلا من المدرسة القابوسية. صح. وأيضا هو يعني مهندس الرؤية، وهو مهندس الخطة الخمسية العاشرة، وبالتالي وقريب من الناس يا أبو نواف. جلال السلطان هيثم قريب جدا من الناس. نعم. بالضبط. يعني هو يعرفنا يعني بالاسم. صحيح. يعني يعرفنا. صحيح. بالاسم، والتقينا معه في مناسبات وإلى آخره، وجهنا في كثير من الأحيان. وبالتالي برامج من هذا النوع أنا أعتقد الآن في وقتها المناسب، لأن جلال السلطان هيثم سيتفاعل أيضا مع مثل هذه البرامج ويوجه الحكومة لحل كثير من الإشكاليات. صحيح. نعم. يعني أبو نواف، وهذا السؤال كذلك موجه لأبو محمد، بنسمع منكم أنتوا الاثنين. ذكرت نقطة مهمة في بداية حديثك لما سألتك عن مواصفات المذيع في برامج مثل هذه، وأنا شخصيا مهتم أني أسمع منكم. قلت أنه ضروري يكون هو لسان حال المجتمع ويكون هو لسان حال الدولة كذلك والحكومة. صحيح. صحيح. هذا التوازن ما بسيط. لا. يعني تمسك العصا من الوسط. صحيح. يعني أنت ممكن في مكان تتهم بالتطبيل، وفي مكان تتهم بالتحريض وإثارة رأي العام. صحيح. والاستفزاز. والاستفزاز أحيانا. فأتوقع أنه التوازن والذكاء في التعامل ما بين هذين يعني اللي هم المجتمع والحكومة ما هو أمر سهل. صحيح. بنسمع بداية منك أبو محمد، وبنسمع من أبو نواف وهو لتجربة. يعني أبو نواف أيضا صاحب تجربة كبيرة حقيقة، وأستاذ في هذا المجال، وتحدث يعني القصة ما قصة يعني أنا عندي 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 موضوع أو عندي أحيانا ربما رأي شخصي ممكن أطرحه وانتهز فرصة أن أنا والله أدير هذا البرنامج. لا، هذا ما مجال نهائي، يعني تتخلى عن مواضيعك وتتخلى عن قضاياك وعن إشكالياتك وانت داخل مبنى الإذاعة أو مبنى التلفزيون. هذا اللي يعلمونا الأساتذة. نعم. يعني نعم. إذا عندك موضوع وموضوعك خاص وانت يعني متورط في إشكالية معينة، والله بنايم، والله أولادك، والله لا لا خليها هذه السالفة برا، وادخل وانت يعني المتلقي محتاج انك ذهنا وفكرا وغيره. نعم. انت على الهواء ابو نواف. الحياديه ضروريه، الحياديه مهمه، ومثل ما ذكر ابو نواف قضيه ان والله ما جي اطرح موضوع وانا ما اعرف ابعاده، هذه اشكاليه. يا سيدي الكريم، كنا ناخذ الموضوع ونذاكره مثل ما يذاكر الطالب للامتحان. نعم. نذاكر مثل ما تذاكر. وهذيك الايام ما كان عندك زر عشان تجيب كل المعلومات مثل اليوم. جميله.
تبي تجيب معلومات عن خالد ولا نعم. عن يوسف بزر وبتجيب لكل شيء. نعم. في هذاك الوقت كانت المسألة صعبة. كنا نخزن جرائد ونخزن صحف ونستعين بأصدقاء ونستعين بمسؤولين ونروح ونجتمع وغيره حتى بس تكون هذه المعلومات والفكرة في موضوع تطرحه للرأي العام وتطرحه للناس. نعم. متى أحيانا تضغط في وقت انك انت محتاج انك تضغط واحيانا ترخي في الوقت اللي انت محتاج انك انت ترخي. نعم. واحيانا تقدم معلومة معينة في الوقت اللي يحتاج انك انت تقدم فيه معلومة. فاتفق معك. نعم. قضية مسك العصا من الوسط ما مسألة يعني سهلة او غيرها نهائيا. نعم. مسألة وايد صعبة، لكن قضية المران وقضية دراسة الموضوع وقضية انك انت تكون يعني مذاكر قضيتك بشكل جيد. نعم. فتمشي. نعم. ابو نواف، اتهمت باتهامات مثل هذه انك تثير احيانا رأي العام، ولا انه والله تحرض احيانا او تستفز بعض الجهات من خلال طرحك؟ وانا اتكلم هنا عن البرامج الحوارية اللي فيها الرأي والرأي الاخر يعني تمثيل صوت المجتمع. هو لابد يعني لابد تكون هناك جهة معينة قد ترى نفسها أنها متضررة من نعم. هذا الطرح، لأن كل مؤسسة ترى نفسها أنها تؤدي عملها بشكل جيد. ولكن نحن يعني عندما كنا نطرح حقيقة ما كنا ننتقد السياسات، لأن السياسات كانت تضع يعني من رأس الدولة، من جلال السلطان كان يعني كان المغفور له جاء سلطان قابوس واليوم جاء سلطان هيثم. نعم. نحن لا ننتقد السياسات، نحن صحيح. ننتقد الممارسات وكيفية التنفيذ. وفي الممارسات تكون هناك أخطاء، يعني بعض الأحيان يكون هناك تعجرف حتى في اتخاذ القرارات من بعض المسؤولين، وبعض المسؤولين يرى يعني بعضهم يرى أنه هو المسؤول عن هذه الوحدة وبالتالي يتخذ القرار كيفما يريد. لا، الأمر ليس هكذا، لابد أن يكون كل قضية يعني يكون تشاركية في طرح المسائل. فبالتالي أحيانا نعم بعض المسؤولين يرون أن هناك إشكاليات، وبالتالي كانوا يقدموا رسائل إلى وزارة الإعلام حين ذاك وربما إلى الهيئة العامة لدعوة التلفزيون، والمسؤول أيضا على الهيئة أو على الوزارة يوبخك في بعض الأحيان. لكن كنا نحن في الزمن الماضي كانت هناك رؤية يعني كانت تختلف، يعني حتى من حيث المسؤولين لديهم فكر واسع ولديهم يعني قدرة على التعاطي مع القضايا. كانت مسألة أبوة يعني مسألة أبوية، وبالتالي يعني لم نكن يعني كان في يعني التوجيه حول بعض المواضيع. وأحيانا تكون في بعض الحلقات لا تذاع، يعني في دائرة الضوء مثلا في بعض الحلقات لا تذاع، لكن يجي المسؤول يخبرك يعني إنه يا فلان إن هذه الحلقة لا تذاع للأسباب التالية، وأنت عليك أن تتفهم، لأن هذه في نهاية الأمر مسألة تشاركية. وهذه زمان ما كانت في يعني قنوات خاصة الحقيقة، كانت القنوات الحكومية، وبالتالي والموضوع يعني يوصل. أبو نواف زين تذكر هذه النقطة، ذكرها أبو نواف جميلة هذه النقطة، في قضية إن والله منتجت الحلقة وتسجلت الحلقة وجاهزة للبث فتوقفت من البث، ما بثت ولكن موضوع حواصل. لكن في شيء مهم ذكره أبو نواف، قضية أن يجيك المسؤول ويقول لك للأسباب التالية واحد نعم. اثنين ثلاثة ما أذيعت، بس في شيء مهم أن هذه الحلقة بالكامل بتروح إلى الجهة المعنية. نعم. أنت هنا تأخذ نفس طيب وبترتاح أن قضيتك بتوصل. أنت اليوم ما قضيت أنه والله عشان أشتهر ولا على أساس أن الناس تصفق لي تقول والله فلان ترى ناقش هذا الموضوع. اللي يهمنا بالدرجة الأولى، وهذا أبو نواف أكيد يشاركني في هذه المسألة، أنه والله الموضوع يوصل إلى الجهة المعنية. نعم. نعم. وياخذ يعني أبعاده وتتدخل الجهة المعنية في حل قضية معينة من القضايا اللي طرحت. نعم. أنا يعني أكثر من حلقة ما بثت لكن عرفت أنها وصلت إلى الجهة المعنية وفعلا وعرفت حققت أهدافها. صح أبو نواف؟ نعم. بالتأكيد يعني مثلا حلقة من الحلقات زمان أتذكر يعني حلقة جبل بني جابر وجبل الأبيض والأسود، رحنا إلى هذه المناطق زمان، يعني أنا قاعد أكلمكم الحين عن التسعينيات. نعم. وعندما ذهبنا في برنامج بداية الضوء يعني وجد وزير الإعلام آنذاك مع عبد العزيز الرواس أن هذه الحلقة
يعني نحن تعرف قناة فضائية، وبالتالي إذا أذيعت بهذه الصورة يعني قد تؤثر على بعض الجوانب، ولكن الحلقة بالكامل، الموضوع بالكامل وصل إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس الله يغفر له ويرحمه، وشكل لجنة مباشرة. شوف دور الإعلام، لجنة مباشرة من كبار يعني المسؤولين، الوزراء راحوا إلى المنطقة هناك، وتصور خلال سنة فقط، خلال سنة يعني أيضا الصحافة كتبت الحقيقة الموضوع أيضا يعني تحقيق كان تجريد عمان أعتقد والوطن، وبالتالي يعني حلت القضية كلها تماما، يعني بنية المنازل هناك والمدرسة والشوارع. شوف دور الإعلام هكذا يعني شعور رائع أيضا طبعا، وأيضا ساهمت في حل المشكلة. إيه لكن اليوم إحنا نشيل أحيانا بعد إيش يصير، إيش بعض المسؤولين الذين ليس لديهم خبرة خاصة في مجال الإعلام يجي يقول لك لا الحلقة لا تذاع. طيب تقول ليش؟ ما بيقول لك ليش، يعني بيجي يقول لك والله بس خلاص ما تذاع، لأنه هو على أساس أنه هو المسؤول، هو المسؤول الكبير، هو خلاص. طيب يا أخي خبرني ليش الحلقة ما تذاع، شو الأسباب، أو يعني هل أنت تستطيع أن توصل هذا الموضوع زين؟ هي طبعا هذا على أساس أنه هو صاحب القرار، هو صاحب الرؤية، هو هو يعني هو الدولة. يعني المشكلة بعض المسؤولين يعتقدوا نفوسهم هم الدولة، يعني هم الآن يتحدثوا على بلسان جلالة السلطان، هذا كلام ما صحيح على فكرة. يعني الحكم عندنا في في عمان، في عمان نحن نشوف عاصرنا يعني الدولة منذ البدايات، وكإعلاميين يعني من 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 الثمانينيات، يعني نهاية الثمانينيات، وبالتالي نعرف يعني دولة آل سعيد هي دولة تقوم بالمشاركة ولديها من الديمقراطية والطرح، وجلال السلطان يعني خلى المواطن العماني شريك أساسي في تنفيذ السياسات، وشريك في بناء السياسات، ولذلك يعني يفترض أن يكون الإعلامي ما عنده هذا الخوف في 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 طرح قضايا المجتمع. يجب أن يتجرد من هذه المسائل، من قضية الخوف وإلى آخره. لكن بعض المسؤولين لديهم يعني رؤى بأن والله أنا صاحب المؤسسة، وبالتالي أنا اللي أطرح، وأنا اللي أقول، وأنا اللي يعني أحدد إيش اللي ممكن يبثه. يعني هذه الدخول في التفاصيل، زمان إحنا يعني المسؤول الكبير وزير مثلا يعطيك سياسات، هذه سياسات الدولة، وبالتالي أنت عندما تقوم بالتنفيذ تقوم في إطار هذه السياسات، هذا الذي ينبغي أن يكون. ولذلك برامج مثل في دائرة الضوء، برامج مثل هذه ممكن انها تظهر وتبث والى اخره، وما تكون انت في حاله مرعوبه وفي حاله خوف ابدا. ما شعرنا بهذا التوتر في العلاقه بين الاعلامي وبين المسؤول. نعم، نحن بنستمع لتغريده وبعدها بنرجع نسالك سؤال اخر ابو نواف. جدا سعيد لعودتي من جديد الى زملائي في قناتي العربيه التي شاركتهم في تأسيسها عام 2002 وانطلاقتها في عام 2003، واليوم سعدت جدا بترحيبكم لي أيها الرائعون فرسان العربية، مؤكدا لمشاهدي العربية والعربية الحدث حرصي الكامل على نقل المشهد العماني بكل تفاصيله اليومية المشرقة. أبو نواف، قبل فترة كنت موجود في هذا الاستديو في حلقة خاصة من برنامج القرار، تذكر؟ أتذكر. نعم، تحدثنا حديث واسع، وكان من ضمن الحديث عودتك من قناة العربية إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وذكرت أنك رجعت للهيئة بعد ما تأكدت وتيقنت أنه بيئة العمل بيئة جاذبة جدا، وأن الآفاق رحبة بشكل كبير، وأنه هذه الفرصة المثلى الآن لنقل هذه التجربة العظيمة في قناة العربية والخبرات اللي اكتسبتها من الخارج، وجودك طبعا في ميادين العمل الإعلامي الحقيقي، وقتها حتى في حرب العراق أنت كنت في الميدان، يعني تجربة نعتز فيها نحن كعمانيين لإعلامي عماني. اليوم انتهى هذا المشوار في هيئة الإذاعة والتلفزيون، وعدت مرة أخرى إلى قناة العربية. هل الحديث لا زال هو؟ هل فعلا يعني تشعر أنك حققت الأهداف اللي من أجلها عدت ذلك الوقت من قناة العربية؟ بطبيعة الحال أنا تجربة العربية كانت تجربة ثرية، ولمدة عقد من الزمان 10 سنوات من 2002 إلى 2012، وبالتالي طبعا كانت تجربة ثرية، ويعني جيت في الوقت المناسب عندما رجعت إلى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في البلد، وجدت أن لابد أن أنقل هذه الخبرة إلى أبنائي وزملائي الإعلاميين من الجيل الجديد. الحقيقة يعني قمنا بتدريب عدد كبير، وأبو محمد يعرف
من المذيعين ومن المعدين ومن المحررين. اليوم عندما تأتي إلى مركز الأخبار الذي أنشأناه الحمد لله طبعا بمساعدة الزملاء في قطاع الأخبار، أنشأنا مركز يعني لا يقل أهمية عن أي مراكز أخبارية سواء في العربية أو الجزيرة أو إلى ما ذلك، ولكن طبعا هذا المركز هو يعني يتعلق بالشأن المحلي. وأكون صريح معك، يعني الآن نحن نتحدث الحمد لله أن التجربة هذه نقلت بكل ما فيها ولم أبخل أبدا على هؤلاء الأبناء. أنا عندما دخلت الأخبار، عندما انتقلت إلى الهيئة وإلى مركز الأخبار بالتحديد كرئيس لقطاع الأخبار، لم يكن لدينا عدد كافي من الشباب. اليوم تستطيع أن تقول خلال يعني لمدة 30 سنة قادمة ليست لدينا مشكلة فيما يتعلق بمركز الأخبار من حيث يعني المعدي البرامج الإخبارية، وأيضا من حيث المحررين، وأيضا من حيث المذيعين. وبالتالي يعني كانت فترة حقيقة من العمل المجهد، العمل المتعب، ولكن الحمد لله استطعنا نحن نبني هذه الكوكبة الرائعة من الإعلاميين من فرسان الأخبار. وبعد طبعا مضي فترة معينة انتقلت إلى مكان آخر، رئيس التخطيط والتطوير في الهيئة، وتمنيت يعني أن أنقل التجربة أيضا إلى بقية القطاعات في الهيئة العامة لدعوة التلفزيون، ولكن للأسف الشديد لم أستطع أن أفعل يعني ما أستطيع أن أقدمه يعني في بقية القطاعات كما فعلت في قطاع الأخبار، لأني أنا رجل أخباري. وثم يبدو أن الأمور تغيرت فيما بعد، يعني الحقيقة حتى يعني طرحنا أصبح ليس بنفس المستوى الذي بدأنا في مركز الأخبار من حيث التقارير الأخبارية الميدانية ونقل الصورة والمشهد. يعني صار يعني أنا أقول وأعترف أننا صار نوع من التراجع حقيقة يعني في طرح الموضوعات والقضايا. يعني مثلا قضية اليوم يعني من الفقرات اللي كانت مهمة في نشرات الأخبار، في نشرات الأخبار وينتظروها الناس، فعلا ينتظروها الناس، وبالتالي كانت تحل كثير من المشاكل في يعني مشاكل اجتماعية وإلى ما ذلك، لكن هذه الفقرة حذفت تماما، وأيضا صار هناك بعض التراجع. نعم، ما أسباب هذا التراجع يعني أستاذ يوسف وجهة نظرك؟ والله أنا ما أعرف طبعا، هذه يعني التراجع دائما يأتي من الـ يعني الرجل المسؤول عندما يقول لك يعني في والله في بعض المسائل تتناول هذا الموضوع ما تتناوله، وهي لما يكون الدخول في التفاصيل للأسف الشديد نصل إلى هذا المستوى من التراجع. نعم. وطبعا أنا بالنسبة لي حقيقة الآن يعني هذه نحن في شهر رمضان أيضا، وفرصة الآن أنا أمام قناة الشبيبة وأنت سألتني هذا السؤال، وأنا لازم أكون شفاف أيضا. نعم. نعم. أنا وجدت أن التغطية في التابين جلال سلطان الله يغفر له ويرحمه لم تكن تغطية من يعني مناسبة، يعني لم تكن حتى على مستوى التغطية التي لديكم أنتم في الشبيبة والقنوات الإذاعية الخاصة. أنا شعرت حقيقة بأني أنا قصرت لقائد عظيم وصاحب رسالة عظيمة جلال سلطان قابوس يغفره الله، وبالتالي قدمت استقالتي مباشرة لأنه وجدت أن لا يعني ما عاد لي مكان في الهيئة، وبالتالي ليس هذا المستوى الذي مفروض نحن نقدمه لرجل قدم حياته من أجل عمان وبنى الدولة العصرية. وحتى جلال السلطان هيثم قال سنسير على نهج السلطان قابوس، لأنه يرى فيه بأنه هو رجل عالمي أيضا ورجل سلام ورجل بنى الدولة العصرية. ونحن تعرف كجيل عبد الله يعني مرتبطين كثير بحركة التنمية، نعرفها طابوقة طابوقة مثل ما يقولوا البناء يعني المتكامل. فبالتالي أنا شخصيا أرى أني أنا قصرت في أني أقدم شيء مناسب أو شيء يليق بمكانة جلال سلطان قابوس، ويمكن الهيئة كانت لها ظروفها، وبالتالي أنا قدمت استقالتي وخرجت من الهيئة مباشرة. نعم، أنا ما أريد أفتح هذا الملف مرة أخرى، ولكن من الجيد طبعا أن يكون يعني الحديث شفاف هكذا، وأنت يعني الأستاذ يوسف كإعلامي عماني لديك جمهورك ومتابعينك الآن، ونحن نناقش حتى هذا الموضوع ونتكلم عنه، ولو أنه على السريع وكم هائل من الأسئلة اللي طبعا تردنا عبر البريسكوب في تويتر، وأنت جاوبت على السؤال الأهم، وهو سبب طبعا
مغادرة هيئة الإذاعة والتلفزيون وتقديم الإذاعة. أنا عبد الله خلينا أخبر شيء خلينا أخبر حاجة يعني فضل. طالما أن الحديث شفاف الآن نقول نحن الإعلامي يجب أن لا يخاف يعني نحن في ظل دولة على فكرة نحن في ظل دولة ديمقراطية عمان دولة ديمقراطية ليست اليوم تاريخيا هي دولة ديمقراطية وبالتالي هي دولة مؤسسات وما يجب أن الإعلام يكون دائم يعني يكون في إطار الخوف وفي إطار الضغط وإلى آخره لابد أنك تتحدث بشكل واضح وشفاف يعني انت لما تجي في 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 موضوع يعني 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 مثلا يعني تغطيه تأبين جار سلطان يجب ان يكون على مستوى الحدث مستوى يعني الرجل الذي الان يعني فقدناه وبالتالي لابد ان يكون يعني تغطيتنا تكون افضل حتى من تغطيات دول اخرى وقنوات اخرى وحتى القنوات الخاصه والإعلامي يجب أن يكون صاحب مبدأ على فكرة إذا ما عندك مبدأ لا تكون أبدا لن تكون إعلامي لكن أبو نواف أنت يعتبرك البعض أنك شخص مقرب ما وجدت إجابة ما وجدت استجابة وأبو محمد يعرف ذا الكلام يعني ما وجدت استجابة وأنا ما أدخل في التفاصيل تفاصيل كبيرة إذا كان أراد يعني الدولة أرادت أن تسألني لماذا بخبرهم بالأسباب أنا ما أريد أقول الحين على الهوى ما هي الأسباب لكن إحنا يعني أنا بقول لك الإعلامي إذا ما عنده مبدأ فهو ليس بإعلامي ونحن ليس إعلاميين عاديين إحنا إعلاميين يعني تم إعدادنا إعداد جيد بحيث أن نكون نحن الخط الأول في الدفاع عن عمان في كل المراحل وبالتالي عملنا على هذا الأساس وكنا نشتغل 14-15 ساعة ومرت علينا أحداث كثيرة حرب الكويت تحرير الكويت و اليمن وإلى آخره مرينا بكل هذه التفاصيل يعني ونحن يعني كنا على مقربة من القيادة جاء سلطان الله يرحمه كان يعرفنا بالاسم يعرفنا بالمشاهدة ونلتقي معه ونسلم عليه فبالتالي هذه يعني ما نجي في يوم في آخر زماننا ونعامل هذه المعاملة هذا واحد الشيء الثاني أيضا فيما يتعلق بموضوع يعني البرامج التي يجب أن تكون اليوم يجب أن تكون هناك برامج مختلفة تماما لأنك تتعامل اليوم مع جيل مختلف ومرحلة جديدة أيضا مرحلة جديدة وأنت اليوم الإعلام يعني المعلومة ليست في يد جهة معينة أو وسائل إعلام محددة اليوم المعلومة الآن متوفرة كما قال أبو محمد وبالتالي لابد أنك تسبق كل الجهات تسبق المجتمع بتكون في مقدمة المجتمع بحيث تعطيه المعلومات الحقيقية اليوم عودتي إلى العربية لأن أنا طلعت من 3 أسابيع يوم الجمعة يعني أول ما طلعت على الهواء من ثم وقفت يعني تم الاتصال معي من وزارة الإعلام أن أتوقف لغاية ما أجيب تصريح وسوينا الرسالة للآن ما جاء التصريح لمدة الآن 3 أسابيع هل هذا معقول؟ أنا رجل إعلامي وإعلامي البلد حتى أني أنقل الصورة عن عمان والمشهد العماني إلى الآن ما يجيني تصريح عشان يعني أطلع على قناة العربية هذه الأشياء ما كانت تحصل زمان حقيقة يعني كانت زمان تأتينا التعليمات من الوزير أن اطلع على قناة العربية واطلع على قناة الجزيرة واطلع على هذه القناة بحيث أنك أنت فعلا تنقل المشهد وتنقل الصورة الجميلة عن عمان اليوم عمان جالسة تواجه يعني أزمة كورونا باقتدار شديد هذه الأشياء ما مفروض فقط تكون في إعلامنا المحلي هذه الأمور يجب أن تطرح في القنوات الأخرى يعني ليش نحن نخجل نحن نطرح قضايانا يعني نحن الحمد لله اليوم وصلنا إلى مستوى جدا معزز من حيث طرح الموضوعات وأيضا فيما يتعلق بتغطية القضايا الإعلامية والاجتماعية والسياسية وغير ذلك وعمان اليوم دولة متفوقة حتى في هذه الأزمة والحمد لله نحن أقل الدول يعني إصابة بهذا الفيروس لأن الإجراءات جدا سليمة لأن جاء السلطان هيثم أيضا رجل دولة من الطراز الأول وهو من المدرسة القابوسية عرف كيف يدير هذه الأزمة ويعني كنا نتمنى الحقيقة أن كل القنوات العربية الفضائية أن يكون المشهد العماني موجود كيف نحن ندير هذه الأزمة أما تجي يعني تقول والله واحد مذيع كل هذه السنين هو إعلامي عماني وراح القناة العربية ومن ثم هو رئيس قطاع الأخبار ثم تجيب له والله التصريح يعني إنه يعني ما عرف إجراءات معينة أمنية وغير ذلك
يعني عن ماذا يسأل؟ عن يعني إيش تسأل عنه يوسف الهوتي؟ نعم. لكن نحن بنرجع وبنقول أبو نواف إنها ربما تكون يعني إجراءات تتبعها هذا الجهاز. والله أنا أعتقد الإجراءات أكيد. أخبر الشيء، نحن مشكلتنا في الإجراءات دائما، حتى فيما يتعلق في موضوع الاستثمار دائما هي كانت الإجراءات، إشكالية الإجراءات. نعم. لابد إن نحن يعني نخرج من هذا الإطار، نشتغل بشكل أسرع. وجاء سلطان هيثم ايضا وجه ان لابد ان الحكومه تشتغل بشكل يعني اسرع في 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 موضوع الانهاء الاجراءات، يعني ما نبقى نحن في يعني دائما يعني مغلقين في اطار اجراءات معينه، نسال عن فلان وعلان ايش خلفياته وشو خلفياته الامنيه والسياسيه. يعني الحمد لله نحن بنات وطن، وايضا في نفس الوقت ما في شك. نعمل من اجل عمان، من اجل السلطان، ومن اجل هذا الشعب. نعم، اسمح لي ابو نواف انطلق يعني من حديثك لفتح موضوع اخر. ابو محمد كذلك معنا هنا في الاستديو، وذكر نقطه في غايه الاهميه ابو نواف، انه الان الوضع الإعلام مختلف. يعني نحن نتكلم عن الإعلام الجديد، نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي، نتكلم عن تدفق هائل من المعلومات، ويمكن هذا لأنكم أنتم موجودين في الفترتين تعرفوا التغير الكبير اللي صار في طريقة إيصال المعلومة. اليوم في وسط توافر المعلومة بغض النظر أيا كان نوعها ومصداقيتها، كيف ممكن وسائل الإعلام أنها هي تقوم بدورها وتحافظ على يعني خلينا أقول كده بين قوسين هيبتها اللي تكمن في المصداقية، هيبتها اللي تكمن في الموضوعية، وتكون ثابتة ومؤثرة كما كان الحال سابقا؟ شوف اليوم في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي وفي ظل الإعلام كما يسمى الإعلام البديل، واليوم الإذاعات أيضا منافسة بشكل كبير. اليوم ما نكتفي فقط في قضية الاستماع إلى جهاز الراديو في البيت أو نطلع إلى السيارة على أساس أننا نسمع عبد الله السعيدي أو نسمع الشبيبة. اليوم يعني من هاتفك. الآن من يتابعنا من الهاتف. نعم. ويشاركنا ويشاهدنا ويسمعنا. صحيح. اليوم كل واحد مننا هو وزارة إعلام متنقلة، وهو وزير إعلام يدير هذه المؤسسة. اليوم هل تعلم أن عندنا إذاعة وعندنا تلفزيون وعندنا صحافة من خلال هذا الجهاز؟ اليوم باستطاعتي أن أفتح لايف من خلال الانستغرام أو على تويتر أو على الفيسبوك مثلا، وكأنني محطة تلفزيونية ولا إذاعية أو إذاعية أو تلفزيونية. صحيح. وتلاقي يعني بالآلاف يتابعونك. فاليوم إحنا قصة وصول المعلومة، من السهولة أن توصل المعلومة للمتلقي، لكن نتفق أن إحنا يعني أحيانا تشك في أمر هذه المعلومة اللي توصل، خاصة إذا كان مصدر غير واضح أو اسم غير واضح أو أحيانا تتشكك في المعلومة. نعم. فلا بد أن تكون ترجع إلى المصدر الرسمي. اليوم المصدر الرسمي معنا مثلا لمثل هذه الأمور هي وكالة الأنباء العمانية. نعم. نعم. وكالة الأنباء العمانية اليوم بسهولة ممكن أنا أرجع لها على أساس أني أتأكد من المعلومة. هل وكالة الأنباء اليوم هل مسايرة لطموحات الشباب؟ أنا أقول لك الشباب أكيد يطمح لأكبر. هل الشباب اليوم في وكالة الأنباء العمانية قائمين بهذا الدور؟ أنا أقول مجتهدين. يعني أنا في الفترة الأخيرة قاعد أشوف لهم بعض التقارير. نعم. وهذا شيء جيد، وينزلوا إلى الميدان وعلى قولتهم أبديت في تجديد المعلومة. اليوم الصحف إن كانت عمان أو الوطن أو الشبيبة أو الرؤية أو غيرها أو حتى الصحف الأجنبية باللغة الأجنبية اليوم أيضا موجودة في الميدان، ولهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومتجددين أيضا في طرح المعلومة. اليوم إحنا من بداية أزمة كورونا ما نقرأ الصحافة المقروءة، اليوم خلاص ما نقرأ الصحافة المقروءة. نعم. لأمور صحية، ولربما حتى بكرة يمكن تتوقف الصحافة المقروءة، لكن هل يعني بتتوقف الصحافة كصحافة؟ أنا أقول لا، البديل هو الصحافة الإلكترونية. شبابنا اليوم مجتهدين في صحفنا، انهم موجودين ايضا
ومتجددين وفي طرح مواضيعهم وفي طرح معلوماتهم وغيرها. اليوم احنا امام ثورة معلوماتية كبيرة، الكل يحاول ان يجتهد فيها، وكل واحد يقول انا موجود. احنا كمتلقين ما يهمنا الاسم بقدر ما يهمنا النزول الى الشارع والنزول الى المتلقي ووصول المعلومة بشكل سليم وبشكل صحيح، وهذا نتوقع يعني الكل قاعد يجتهد فيه. هل نكتفي؟ انا اقول لك لا، احنا محتاجين بكل تأكيد الى اكثر. شبابنا هل بيتوقف عند هذا الحد؟ أنا أقول لك لا، إن كان في الإعلام الحكومي الرسمي أو في الإعلام الخاص، أو حتى شبابنا اليوم اللي يديروا حسابات خاصة واليوم أصبحوا من للمشاهير وأصبحوا من الأسماء المعروفة، ما بيتوقفوا عند هذا الحد نهائيا، لأن الإعلام اليوم يعني إعلام متجدد وإعلام متدفق وإعلام ثري، ودائما يعني الإعلام مثار إعجاب للكثيرين. يعني إذا تسلطت عليك كاميرا أو ضوء أو غيره أو كثرة الفلاورز معك تحس بنشوة معينة. أنا مع هذه النشوة لكن بفعل. أنا مع مشاهير معينين في مجالات معينة لكن بمضمون جيد، وحتى ما نوصل إلى درجة التسطيح أو درجة التهميش أو درجة الاتهام، حتى هذه ما تسمى حرية. إذا البعض يعتبر يعني والله الإعلام هو إعلام منفتح، يتكلم الآن أستاذ يوسف بس يتكلم من مدرسة موزونة دون إساءة، لكن يوصل رسائله بشكل يعني أنا أتوقع مدروس ويدرس كل كلمة قاعد يقولها الآن معانا على الهواء. وهذا احنا متعودين على يوسف ومدرسة زملاء يوسف أثناء تقديمهم للبرامج أو أثناء وجودهم حتى على الهواء. واليوم أنا متفائل بك عبدالله، متفائل بمجموعة من الشباب، إن كان من زملائنا، وهذولا أيضا يعني أستاذ يوسف له دور كبير في صقلهم وفي تدريبهم وفي ظهورهم على الهواء مع مجموعة من الزملاء أو الزملاء اللي موجودين اليوم في الإذاعات الخاصة. هذولا قاعدين أيضا يشقون طريقهم، ونعول عليهم إن شاء الله الكثير والكثير مستقبلا في هذا المجال. نحن ما نريد نطول وايد على ابو نواف، اكيد جدول المنزلي لا زال يعني نشط من دامنا هو باقي في البيت، لكن يعني ابو نواف سؤال في غايه الاهميه قبل لا نختم هذا الحوار عندك. ذكرت في حديثك نحن الان نعيش مرحله جديده، وهذا ما حد يقدر ينكره اطلاقا. يعني هذه المرحلة مثل ما بدأت مرحلة المغفور له بإذن الله تعالى جلستان قابوس بن سعيد طيب الله وثراه، كانت مرحلة بناء ونهضة. صحيح. الآن نحن مرة أخرى في مرحلة بناء متواصل وعمل كذلك دؤوب. نعم. حتى نصل بعمان كما نريدها. الإعلام الآن هل تشعر أنه فعلا بدأ يعد العدة ويستعد لهذه المرحلة الجديدة، ولا محلك سر لازلنا يعني على حالنا وما مواكبين هذه المرحلة؟ وأنا أتحدث هنا عن الإعلام العماني بشكل عام، وش المطلوب منه من وجهة نظرك خلال هذه المرحلة؟ بطبيعة الحال الإعلام لابد أن يواكب هذه المرحلة، لأن نحن الآن أمام الثورة الصناعية الرابعة. أكيد. وعمان أيضا استضافت مؤتمرات كثيرة بهذا الشأن، خاصة فيما يتعلق مؤتمر البلوكتشين. هذه الموضوعات التي طرحت خلال هذا المؤتمر أو خلال الندوات هي يعني لابد أن نحن نتحول إلى دولة صناعية في إطار الثورة الصناعية الرابعة، استخدام التكنولوجيا، توطين التكنولوجيا، أيضا تغيير أفكار الشباب فيما يختارون من تخصصات في المستقبل، والعمل الوظائف المستقبلية تكون مختلفة تماما، وعلى الإعلام أن يقود المجتمع خلال المرحلة القادمة. أنا أعتقد أن جيل الشباب من أمثالكم عبد الله قادرين على أنهم يعني يقودوا المشهد نحو المستقبل، لكن بحاجة هؤلاء الشباب إلى أن يعطوا الفرصة الكاملة أن يطرحوا قضاياهم ورؤاهم، وأن تكون هناك إطروحات بشكل يومي ومباشر، وأيضا إشراك الشباب من خلال البرامج المختلفة، بحيث أنهم هم هؤلاء الشباب الذين يستطيعون أيضا يعني الحقيقة أنهم يتناولوا قضايا العصر، وأيضا هم لهم نظرة للمستقبل
المستقبل، وايضا هم لهم حاجاتهم للعيش في اطار المستقبل. يعني نحن الان سنعيش في المرحله القادمه المرحله العالميه. نحن اليوم يعني نتاثر، يعني تصور ان فيروس كورونا بدا وين؟ في الصين، ثم انتقل الى كل العالم. يعني توقفت الحياه في كل العالم. وهذا امر يتطلب من الشباب ومن الاعلام ان يكون متبصر وعلى علم بكل التفاصيل والاشياء التي تحصل في كل مكان في العالم. اليوم لما نجد مثلا عند يعني صندوق التكنولوجيا، هذا الصندوق يعني رائع جدا. من خلال هذه المرحله انشئت العديد من الشركات، بمجرد ما تعطي الشباب فرصة فهم يبدعوا. صحيح. فلدينا من المبدعين من الشباب العماني الرائعين الكثر الحقيقة، وهم مطلعون أيضا على كل التطورات التكنولوجية والتقنية في العالم. الإعلام يجب أن يسبق هؤلاء، ويجب أن يقود هؤلاء نحو يعني مستقبل أكثر يعني فسحة وأكثر اتساعا. أيضا أنا أعتقد أن من خلال رؤية عمان 2040 والتي مهندسها مولانا صاحب الجلالة السلطان هيثم، وهو الذي يعني أيضا بتوجيهات من جلالة السلطان قابوس الله يغفر له ويرحمه، أن تكون الرؤية بالتشارك مع الجميع، مع جميع المواطنين. وذلك الرؤية ذهبت إلى كل محافظات السلطنة، وكانت هناك رؤى تشاركية في هذه الرؤية. أنا واحد من الأشخاص شرفت حقيقة أن أكون ضمن يعني اللجان، وبالتالي أعرف أن هذه الرؤية ماذا تريد. نعم نحن أمام أزمة الآن اقتصادية كبيرة، هذه الأزمة تسود العالم. يعني أكبر الدول في العالم مثل الولايات المتحدة اليوم تواجه مشكلة، الحمد لله نحن ربما مشكلتنا أقل، ولكن أيضا عندنا مشكلة النفط. وبالتالي صحيح. المرحلة القادمة عبد الله هي مرحلة يجب أن نخرج من عباءة النفط الذي هو أساسا سلعة يعني ناضبة، وفي نفس الوقت هي سلعة أيضا غير مستقرة من حيث الأسعار. أنا أعتقد أن المرحلة القادمة إعلاميا يجب أن يكون هناك طرح آخر مختلف. هناك أيضا يعني كثير من الشباب العماني القادر على يعني جلب الأفكار الحديثة، يجب أن هذه الأفكار تطرح من خلال وسائل الإعلام سواء كانت الحكومية أو الإعلام الخاص، وأن يكون هناك يعني نوع من النفضة الفكرية الجديدة، بحيث أنه نستفيد من هؤلاء الشباب وننطلق إلى المستقبل أكثر عزيمة. وإن شاء الله عمان بإذن الله يعني قادرة أنها يعني تكون دولة عالمية، ولديها كل الإمكانيات أن تكون في مصافي الدول المتقدمة، كما أراد لها جلالة السلطان هيثم. دائما في كل اللجان طرحت أن عمان إن شاء الله راح تكون هي من أوائل الدول اللي هي يعني التوب 20، أو نقول يعني من الدول 20 المتقدمة إن شاء الله في العالم. وهذا سيتحقق بيد الشباب بإذن الله وبتوجيهات من جلال السلطان هيثم الله يحفظه بإذن الله تعالى. ونحن سعيدين جدا بهذا التواصل معك الأستاذ يوسف، وإن شاء الله بعد انجلاء هذه الجائحة تجمعنا هكذا لقاءات قريبة يعني، وتعود الحياة لطبيعتها. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك، وشكرا للمشاهدين وابو محمد حبيبي، شكرا لك وجميع من استمعوا لنا اليوم ويشاهدون الان على اليوتيوب، وشكرا للشبيبه اذاعه وصحافه وتلفزيون. الله يسلمك، شكرا جزيلا لك الاعلامي القدير الاستاذ يوسف بن عبد الكريم الهوتي، كان معنا عبر الهاتف في هذه الامسيه، وحديث طبعا عن عده مواضيع. يعني مداخله الاستاذ يوسف رائعة بس الاستديو استوى حار. بنطلع انا حسيت بهالشيء، حسيت بنطلع لي يعني فاصل قصير، بنستعرض فيه مجموعة من اللقطات والمشاهد من برنامج كلام من التراث، لأن دائما مثل هذه المشاهد هكذا تبعث يعني صحيح زين بعفوية شيابنا الله يحفظهم. زندقي يكسفك هو سهانا ابونا يويو ولا يويو 20 ريال دمبغ 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 كسر مياتير عندقهم. كلام من التراب. Yeah.
دريت اني بحبك ما دريت الله من شفتك وين شغل قلبي مشيت الله ما عرفتك من انا خالد والله ما كمل اذا ما كمل خلاص وقف الناس حرام اذا خلاص ما يشوفونا الحين الناس يلا نبي رشعيل وين باغين ما والله نبي رشعيل يجيبك يا حبيبي الله نرش على الشباب هذا ما خلي توصل متى يكون الشخص الواحد عم وخال في نفس الوقت؟ لا متى يكون الواحد عم وخال في نفس الوقت؟ في نفس الوقت؟ في نفس الوقت يصير عم وخال زين يستوي؟ لا ما يستوي كلهم في وقت واحد يستوي ما يستوي أحيدك زعلان علي هيه زعلان؟ ذيك الطرشة يزعلت هو شيء قليل وانا غفلت لو 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 باغي اقول لك ذيك اليوم انزغ شراع انزغ شراع العود في وسط البحر انزغ شراع العود في وسط البحر انزف ردائي فوق خنية المذيبة اللبان وانت احلى من اللبان لكن هو هذا السواء هو هو نقول لك صح اي جابتك صحيح ولع النار عشان نشوف المبخار بس وينه ماشي المبخار ما موجود هذا مو هبسط عمي هذا مو هبسط المبخار هذا حقت الخضرة المبخار هناك فوق البسطة أيوة الدخون المسك والعود والكاذي والعنبري المخمرية خضرة اليابسة والدلع والعودية والقطرة ظن السوالف تحت الهواء ويبني ونسينا ان عندنا مستمعين ومتابعين يتريونا بعد ما عرضنا طبعا مجموعه من المشاهد واللقطات عن برنامج كلام من التراث وكنت يعني اسولفك تحت الهواء انه هذا ما كان مجرد برنامج ويعني واضح حتى من طريقه تقديمك للبرنامج انه ما كان مجرد برنامج كان مشاركه للناس في تفاصيلهم سوالف وغيره ما كانت مسابقه فقط حب عبد الله متى ما كان في حب في البرنامج اللي تقدمه تطلع النتيجة جيدة انت انا متأكد لو الفريق اللي ما معاك كلكم متكاتفين متحابين ما بتطلعوا بهذه الأريحية وبهالشكل الجميل انا مثلي مثل اي حد الفريق اللي معاي لازم احبه الفريق اللي معاي لازم احبه ويحبني والا يعني ما بيطلع الشغل بالطريقة فكنا نطلع فريق واحد متحابين لنقدم مادة كانت يعني نتمنى أن تكون اليوم جيدة للمتلقي بس أنت طولت أنا عارف عشان هيش عشان شوف عمرك وما طلعت ما محظوظ هذا اللي طالعين كلهم من المحظوظين هذا في التسعينات بداية التسعينات في 94 في 94 احنا بدينا نجهز له في 93 يعني نحن نتكلم عن أكثر من 25 سنة تقريبا ولا زال اسم البرنامج لما يذكر للآن الناس يتذكروا تفاصيله ويعرفوه على فكرة حتى الجيل اللي ما كان مولود شافه في اليوتيوب أو إعادات التلفزيون ويتذكر هذا البرنامج نعم. ويتذكر تفاصيله ويمكن في فترة قريبة ذكر اسم البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي يعني نوجه له تحية الزميل محمد المخيني لما قال بغى سوينا برنامج وبسميه كلام في التراث هوب طشوا له الناس من كل صوب كلام ويمنشنوا يسووا منشن تبشر لا هو أنا الساعة واحد ونص قاعد يعني تعرف قبل النوم الواحد يشوف أخبار وما أخبار فشفت منزل تغريدة يقول حال الناس إيش رأيكم أسوي برنامج وأسميه كلام التراث سويت لأنا قلت له بعدك زيدني استلموها الناس يقول أبوي الدم للركب الغريب يمكن محمد كان يعتقد أنه خلاص هذا الجيل اللي موجودين على السوشيال ميديا ما بيعرفوا جيل جديد ما يعرفون ناسين السالفة صحيح لكن تفاجأ قالوا لي لا هذا ماركة مسجلة صحيح وفعلا يعني البرنامج استمر 5 مواسم استمر من 94 إلى 2000 من 94 إلى 2000 دون توقف أبدا 6 سنوات مثل ما قلت لك احنا يعني أستاذ فوزي الغماري هو كان صاحب النسخة الأولى وكنا نجتمع شوف في بيته في 93 متأكد نفكر في برنامج نقدمه لرمضان اللي القادم مثلا ايش نفكر كيف بنعمل كيف بنسوي كان معنا في الجلسة ابو يزن استاذ سعيد موسى وجه له تحية طبعا نعم. عملاق
وأخوي إبراهيم الزجالي وواحد من أصدقائنا مصور قديم في التلفزيون من جيلنا. نعم. أكبر أكبر شاب أيضا نحبه ويحبنا فنقعد مع بعض بيت فوزي. نعم. وفي الأخير نختمها ببيض وطماط هذه الوجبة نقعد يا أخي ونفكر إيش بنسمي البرنامج وكيف طبيعة البرنامج والأسئلة والجوائز وغيره لحين ما وصلنا إلى كلام من التراث. على فكرة كلام من التراث صار قبل إعلان جلال سلطان قابوس رحمة الله عليه بأن يكون عام للتراث والاحتفاء به في نزوة. قبل يوم تقدم البرنامج كأن احنا سبحان الله واكبنا مواكبين هذه المسألة. فعجب الناس الموضوع فالمسؤولين ردت فعل الناس وكذا وغيره فقال كمل بعدك موسم. من موسم واحد إلى ست مواسم تقريبا. ميزة البرنامج أنه يتنقل من ولاية إلى ولاية. صحيح. أتوقع ما سجلت حلقتين من نفس الولاية نادرا يعني. ما أعتقد أنا أشوف أنا أقول لو ما قدمت كلام من التراث اليوم ما بزور كل محافظات عمان ومناطق عمان وولايات عمان. وكان يعني يتريوك. والله يتريون يا أخي وأنا أترياهم أنا أمشي لهم متعني. وعلى فكرة بعدين عن صارت في المواسم الثاني الموسم الثاني والثالث والرابع لا أنا أسأل عن الناس. هين فلان اللي قال الميدان هين فلان اللي سوى كذي هين صاحب الحرف وهم يوني بروحهم وبتلقائيتهم وطبيعتهم وحلاوة كلامهم وغيره. أنت تعرف إلى اليوم لو واحد منهم اللي ظاهر معي في الحلقات الله سبحانه وتعالى اختاره مثلا يروحوا يخبروني يا يتصلون فيني تلفون أو يمنشنوني إن ويطلعوا لي صورته في لقطة من اللقطات. يعني آخر واحد كان رحمة الله عليه أتوقع كان من الخابورة أو من صحم جايبين الحلقة ماله أو المقابلة ماله ومنشنوني إن هذا ترى رحمة الله عليه. فأنا أتأسف يعني عليهم وأزعل لأن فعلا يعني بالنسبة لي كانوا هم مثل الأهل وعلاقتي بهم كانت علاقة رائعة علاقة ابن بوالده بأبوه وهم كانوا يحبوني يعني يوم يشوفوني يحضنوني يعني غير عن الكاميرا حتى غير عن تصوير الكاميرا. نعم يعني يمكن الحين إذا أي مذيع عنده برنامج مسابقات في العادة يركز على المسابقة وعلى الجائزة وجذب الناس من خلال الجائزة. الواضح من اللقاءات أنه الناس ما كانت فرحتهم بالجائزة كثر ما هي فرحتهم في أنهم يظهروا على التلفزيون. صحيح. ويأخذوا ويعطوا في الحوار. وأنت نفس الشيء المادة اللي كنت تقدمها للجمهور ما كانت السؤال والإجابة لا. بقدر ما هي انعكاس للقاءات اللي سويتها خصوصا مع كبار السن. صحيح. وكأنه كل شخص كان يحمل حكاية بالضبط. فن يعني قصة معينة. هذه كلها أكيد أنها أثرت البرنامج. شوف عبد الله كان للبرنامج أهداف أحيانا يعني معروفة للمتلقي أو أحيانا وصلت بطريقة غير مباشرة يعني غير عن السؤال وغير عن الجائزة. هو هذا إظهار الناس بهذه التلقائية الجميلة اللي ظهرت في البرنامج. شيء آخر كان تركيزنا وهذا كان مهم. شوف تخيل هذا الكلام من 94. نعم. التركيز على الأسواق التقليدية. أنا لا تندثر لا تروح منكم لا تسلمونها لحد خلي هو هذا يعني اللي ماسك دكانه في الباطنة ولا في الداخلية ولا في الشرقية ولا في ظفار ولا في خلي هو في مسندم ولا في البريمي خلي هو يمسك دكانه. تعرف يعني ساحل الباطنة مثلا كان من بركة إلى توصل إلى لواء. تعرف الأسواق اللي على البحر هذه كانت يا أخي عالم آخر تقليدية وجميلة وحلوة. هينها اليوم راحت مع أصحابها مع الأسف. صحيح. الداخلية يمكن نزوة اللي محافظة إلى اليوم أو بعض ولايات الداخلية. نعم. وأنا أفتخر فعلا أن اليوم أهل الداخلية لا زالوا هم قائمين على تجارتهم ومحلاتهم بأنفسهم. نعم. وبعض ولايات الشرقية. هذه كانت رسالة من 94. ننتبه هذه أسواقنا لازم نحافظ عليها. ناهيك عن مطرح اللي اليوم طبعا خلاص راح من إيدنا سوق مطرح راح من إيدنا. أنا أتمنى الآن بعد كورونا وفوائد كورونا
ان احنا ننتبه لاشياء كثير من ضمنها ان احنا نرجع الى اسواقنا، نرجع الى فنوننا. صحيح. كانت بدت تندثر. ويا اخي باسلوب جميل حلو. وعلى فكره كانوا يحضرون انفسهم بعد، خلاص عرفوني عاد. يوم يجوني هم كانوا مذاكرين خلاص، مذاكر ميدان، مذاكر شعر. اي فكانت هيله، كانت شيء حلو بالنسبه لي وللمتلقي حتى. كمشاهد حنيت لبرامج من هالنوع بطريقة عصرية بطريقة جميلة. الإجابة بعد سماعنا لهذه التغريدة. برنامج المسابقات الرمضاني السارية على تلفزيون البحرين شدني رغم بساطته، ولكن جيد أن نعود إلى الماضي وإلى عاداته وطقوسه وواجباته الرمضانية للتعريف بهذه الفترة الجميلة لأجيال اليوم التي تحتاج إلى أن تأخذ من الماضي والحاضر، ومن لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له. يعني يمكن أستاذ خالد معروف عنا في السلطنة الكنز، كنز التراث الموجود. لا لا لا، في كثيرين. نعم، ويعني دائما الإنسان العماني قريب من بيئته، قريب من تراثه، وتشد مثل هذه البرامج. طبعا نحن لما نتكلم عن 94 إلى 2000 كانت الإمكانيات وسواء التقنية أو حتى كتصوير وكاستديوهات صحيح مختلفة عن الآن. الآن صارت الإمكانيات أكبر وأسهل وصار الناس يقدروا يسووا بيئات جدا من التراث الاستديو. نعم، وشفنا كثير من القنوات الخليجيه. عندنا في مختلف وسائل الاعلام، هل تشعر انه كبرامج تراثيه قدرنا ان نحن نقدم شيء لهذا الكنز الكبير من التراث ومن البيئات المختلفه؟ لا، بعدنا نحتاج. انا تعرف حطيت التغريدة وأنا أغبط زملائي كانوا في تلفزيون البحرين، أنا ما أعرفهم، ما لي علاقة يعني بهم، وكنت أتشرف لو أعرف يعني المقدمين أو فريق العمل في هذا البرنامج. أنا سويت التغريدة ووصلت لهم على فكرة، وصلت لهم وحيوني عليها. أنا يوم شفت حييتهم من القلب وأنا أقول كذا بيني وبين نفسي وأنا أكتب التغريدة، يا الله كم أتمنى أنا ولا غيري من زملائي، نحن أصحاب التراث وكنوز من التراث. أنا مرة قابلت أبو بكر سالم بالفقيه، تعرف أبو بكر إيش قال؟ قال إذا العالم عنده تراث أنتوا عندكم ثلاثة أرباع التراث في عمان. الله. وفي صور باخذ نص التراث موجودة حتى لو ترجع إلى اليوتيوب. نعم. مقابلة رائعة، وضرب أمثلة بالفن الصوري والظفاري يعني عندنا كنوز ما نقدر نقدم. احنا عندنا اجتهادات قدمنا أثناء مهرجان مسقط، وقدمنا أثناء مهرجان صلالة السياحي والمهرجانات الأخرى، لكن أنا أحلم إلى اليوم. تقول لي أنت يعني قدمت كل النوعيات البرامج ما تحن، أقول لك أحن. ليش ما أحن؟ لأن في عندي غيرة على 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 تراث بلدي. واليوم الشباب، لا تقول لي يا أخي هذولا ما الآيباد وهذولا ما الآيفون وهذولا ما الإنستغرام وغيره والتراث بالنسبة لهم ماضي. لا لا، ليش لا؟ إذا أنت ما قدمت لهم من هين بيجيبوه؟ أنت مسؤول. صحيح. أنت في وسائل الإعلام أنت مسؤوليتك هذه. قدمها لهم بطريقة عصرية، بطريقة جميلة، بطريقة متطورة. يعني الآن اللي نشوفه في تلفزيون البحرين أو في سما دبي أو في قطر أو في التلفزيونات الأخرى، ما يتابعونا شباب؟ ما يتابعون جيلك واللي أصغر من جيلك؟ ما يتابعون اليوم أولادي؟ أنا أولادي وبناتي اليوم يتابعون هذه البرامج. نعم. نعم. وتعجبهم. صحيح. ويسألون أحيانا عن مصطلح معين. أقول يا الله لو كان هذا المصطلح عماني وحاولنا نوصله لهم على أساس أن لا تندثر مثل هذه الأشياء. يا ريال اليوم أنواع، يعني تقول له عنكزيزة وتقول له يعني من العنكزيزة لين توصل إلى الرطبة ما يعرفونها. يقول لك إيش عنكزيزة بعد ما أعرفها، ولا أنواع النخيل. نعم. هذه ما دورنا اليوم، إحنا كنا نرسخ هذه المعلومة. والدليل على الإقبال، شوف اليوم مهرجاتنا وين الناس تكتظ، وين الناس تتواجد. بالضبط. حول فنوننا وحول القرى التراثية اللي موجودة في هذه المهرجانات. إذن محتاجين بعد على مستوى البرامج إنه يكون عندنا شيء فعلا يعني
يلبي طموحنا بذا الجانب. السؤال اللي دائما يمكن يتكرر، هذا الثراء الكبير ونجاح هذه البرامج وحتى انها توصل لانها تكون براند، ما اثارت ولفتت انظار القنوات الاخرى في الدول المجاوره؟ تعال والله ممكن نحن نستفيد من هذه التجربه، ممكن نستفيد من هذا البرنامج يكون عندنا. شوف في الجزء الثاني اتوقع الموسم الثاني او الثالث من برنامج كلام التراث، واحنا في كلام التراث جاني اتصال من مدير التلفزيون، مدير عام التلفزيون كان يوميته الاستاذ غازي زجالي، قال لي جيني المكتب، وين انت الان موجود؟ قلت له انا راجع بسجل حلقه ولا ما اتذكر يعني. قال لي طيب بكره تعالي للمكتب. رحت له خير؟ قال لي انت تعرف المدير الفلاني في المحطه الفلانيه؟ قلت له عارفه اسم بس ما اعرفه شخصيا. قال لي ما تواصلوا معاه؟ قلت له ما تواصلوا معي. قال هذول طالبين كلام التراث تقدمه معهم. كيف كلام التراث اقدمه معهم؟ ما يستوي. قال لي طالبينك وبالحاح والموضوع واصل للوزير. نعم واصل للوزير، وهو هو يفتكرني انا يعني متلقي المكالمه منهم او شيء، ويعني عشان كانه يبشرك لا 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 هو زعلان يعني. نعم كيف يعني تقدم البرنامج معهم وانا موضوع مثل هذا ما اقدر اتكلم فيه نهائيا؟ روح قبل الوزير، الوزير طالب منك. كان الوزير في ذلك الوقت كان معالي عبد العزيز الرواس، كان أب وزير، شخصية رائعة، شفته مرات قليلة لكن في كل مرة كنت ألتقي فيه كان يبهرني هذا الرجل بأبوته، بإنسانيته الرائعة، بالحرفنة، بحبه لعمان، يلا سلطان، يعني وايد وايد أشياء. فرحت وأنا أخي قلق، قبل الوزير يا الله في موضوعنا ما لي علاقة فيه يا أخي، ما لي علاقة فيه. نعم سيد غازي تعال معي. قال لي ماشي بروحك، مش صابي عمرك. زي صابي عمرك مشيت لي مع عبد العزيز. نعم يوم دخلت طلع من مكتبه وجاء جلس الكرسي اللي مقابلني. قال لي أنا يعني ينقل لي إعجابه بالبرنامج وكذا وغيره، فيذكر لي لحظتها أن برنامجك بس مو متابع على المستوى الشعبي أو على مستوى حتى وزراء، برنامجك متابع من المقام السامي اللي هي سلطان قابوس. الله فهذا كان بالنسبة لي 94 95 96 يعني يقول لك هذا الكلام يعني بسطنا. فرح قلت لي شرفني وهذا على راسي وهذا وسام وهذا التاج، بس قال لي كيف بتقدم البرنامج في مكان آخر هني عاد؟ ما عليك ما صار هذا الكلام. قال متصلين يبون يقدمونك، يبوك تقدم البرنامج عندهم. أنت عندك استعداد؟ قلت له ما عليك أنا ابن هالبلد وأنا سأظل في هالبلد وأنا ولائي لهذه البلد ولسلطان هذه البلد وسيظل هذا الشعور محيط. الله قال لي اسمع أنا عندي شرط، أنا عندي الموافقة أنك تروح بس بشرط، وخلي الآن يكلموهم إذا بتطلع بدشداشتك ومصرك ولهجتك أنا أقول لك اطلع. شوف بعد النظر. نعم نعم. أما إذا تطلع بشيء آخر رفوض. قلت لنا أول واحد أرفض ما عليك. نعم. لن ولن ولن ألبس غير هذا المصر. رسالة عميقة. وهذه الدشداشة. رسالة عميقة. قال لي إذا رضوا وأنا متأكد أنهم ما بيرضون. أنك أنت تطلع بزيك، لأنك لو طلعت بزيك أنت تمثل عمان، أنت عماني موجود هناك وبتثبت شيء آخر. ومن يومها
ما ردوا علي لأن عرفوا الرسالة العميقة لمعالي عبد العزيز الرواس. نعم نعم. إذا لما نتكلم عن برنامج مثل كلام من التراث، يعني مثل ما ذكرت في بداية حديثي، هو مش مجرد برنامج، هو قصة وهو حكاية. يعني يمكن أجمل ما سمعت الآن متابعة جلالة السلطان طيب الله ثراه لهذا البرنامج، وهو أتوقع يمكن شهادة فخر واعتزاز لأي مذيع يقدم برنامج متابع. ما يبغى شيء أكثر عن كذا. وسامنا أقول وش يبغى يعني أكثر. نعم نعم نعم, نعم. للحديث معك يا أخي ما يمل. أنا قدامي أوراق وأنا مسوي إعداد وهذا ما شفت عليه التمار ويسألتك وش ما سألتك ما أعرف. أنت رايع ما شاء الله. الله يسلمك ما عليك زود. وال يعني الحديث معك فعلا لا يمل، و يعني من خلال بعد مشاركة الناس والتحايا المستمرة. هذه مشاركة من خالد يقول أتوقع الإعلام محتاج هذه الفترة كذلك البرامج الحوارية اللي تناقش قضايا، وتكلمنا عن هذا، تكلمنا عنها وصحيح محتاج. نعم تكلمنا. أنا اللي فيه مدح حالك ما بقراهن. لا وأنا ما أحب وايدات. جزاك الله خير، هذا من لطف الناس. يعطيك العافية. أنا تعرف أنا أتورط أحيانا في التلفزيون يوم تكون هوا واحد مسكين يعني محب وكذا ويتكلم، عاد أنا يتلون وجهي ألف لون ولون. نتمنى كذا أن احنا قدمنا للناس يعني شيء ولو بسيط من المسيرة الحافلة. الله يحفظك أستاذ خالد الزجالي. أنا سعيد جدا اليوم، الوقت مر سريع معك، وأترك لك المجال والفرصة لكلمة أخيرة تحب تواجهها لمحبيك ومتابعيك عبر البث المباشر وحتى اللي يسمعونا عن طريق الراديو. لو إننا نقولهم ردوا بيوتكم لكن يا الله ما علي، لين توصلوا لين توصلوا. لا لا لا، الراديو اليوم في البيوت. نعم. أنا عندي 3-4 ودائما أدور الروادي القديمة الشكل القديم، الشكل القديم الكلاسيكي، ولين اليوم بعد يعني مثل ما أدور الكيرة وما حصلته. لين اليوم أدور بعدني الراديو القديم، فحصلت الرواديو اللي ما أخذ من الراديو القديم. واليوم أطلع أحيانا لايف في بيتي. نعم. أو أحيانا أسوي فيديوهات. مسوي لي ركن صغيرة هنا ومجهز مثل الاستوديو في إضاءة وترتيب وكذي وغيره، وأطلع منه. زهب عمرك بعد كورونا بزورة. فأنا أحيي الشبيبة، شكرا لكم. الله يسلمك. أنكم استضفتوني وهذا أيضا شرف لي كبير أن أنا أكون معكم في هذه الإذاعة الواعدة بهذا الاجتهاد منكم عبد الله ومن زملائك. تحية لجميلة، تحية لكل فريق العمل في إذاعة الشبيبة. أنتم ماشيين بخطة كثير جميلة ورائعة، وهذه مو شهادتي، هذه شهادة الجميع. أنا متابع مثل الآخرين، وأيضا تستفزوني إيجابا في ما تطرحوه، وأحيانا بعد يعني تأخذني كذا وأكتب عنكم، ولأنكم فعلا مجتهدين. الله يسلم. مع زملائكم الآخرين أيضا من الإعلاميين في الإذاعات الخاصة، مسايرين للعصر اليوم صوت وصورة، اليوم موجودين على تويتر، موجودين على إنستغرام. الحلقة هذه ممكن يرجعوا لها فيما بعد في أي وقت. إحنا في أزمة مثل ما هي أزمة عالمية، لكن بمشيئة الله يعني ما في ليل إلا وراه صبح، وأنا متأكد أن الصبح قريب سيشرق على عمان وسيشرق على العالم بمشيئة الله. رغم الأعداد المتزايدة، رغم التصريح اليوم أو ربما أمس أو اليوم، أنا قريت اليوم لسعادة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية دكتور محمد الحسني، لنوجه له تحية مع فريق العمل اللي موجود معه، يعني يذكر لو ما التزمنا بصريح العبارة، هذا الرجل صريح هو معالي الدكتور الوزير، لو ما التزمنا ما نستمر على هذا الوضع. ذكر إذا اليوم احنا تخوفنا 168 حالة. نعم تخوفنا. هذا الرجل ذكر لو يعني أرخينا شوية وحاولنا نفسخ الحزام اللي رابطينه من فترة وارخيناه شوية، ما نوصل إلى 1500 في اليوم. تتخيل رقم مخيف، ما حد يتمنى أبدا أن يوصل جدا. يقلق والله. أنا من قريت المعلومة رجفت.
وكنت ما بيكم لولا الالتزام. وجميلة عاد كم مرة كانت متصلة فيني هالمرة عاد تقول متعمد مبينة ما شفتني جاي متلبس وحالتي حالة على لولا بس كاميراتكم هناك التابس صخ فلأن الوضع يقلق. نعم صحيح. فأنا أقول يعني احنا مرينا ذكر ابو نواف مرينا بتجارب كثيره في هذه البلد. نعم. وما اعتقد اليوم امام هذه الجائحه العالميه ان احنا نرخي. احنا اليوم نضرب فينا المثل في التعاون في الجهد الحكومي والمؤسسي. شبابنا اليوم قايمين بادوار جباره. انا ارجوكم ثم ارجوكم ثم ارجوكم نتبع للتعليمات وأن نجلس في بيوتنا إلا للضرورة وممارسة الرياضة. والله تقدر حتى في بيتكم في حوش بيتكم تمارس الرياضة. نعم. وتقدر تمارس لو عندك دري مش مرة ومرتين وثلاثة وأربع وبيخف منك كل شيء. وحاول تعمل تمارين سويدية في البيت في اليوم في بعض المواقع والتطبيقات. نعم التطبيقات ينصحوننا لهذا الأمر. صحيح. وفي البعض مننا يعني عامل له قويم صغير في البيت يعني كذا صالة رياضية صغيرة آلة وآلتين خليك على هذه. ما نحتاج نطلع برا نهائيا ولا نحتاج ناخذ راحتنا ولا نحتاج نتجمع ولا نحتاج فطور جماعي ولا محتاجين سحور جماعي ولا محتاجين. يا جماعة الخير اليوم في مننا ما شاف أمه وأبوه. صحيح. من شهرين ومن ثلاثة شهور. اليوم ما شاف أقرب الناس له. اليوم ما عامل هذا التباعد حتى نسلم حتى نتقارب قريبا. فأنا يعني من محب ومن خلال إذاعتكم للمتابعة ومن خلال الفيديوهات اللي بتنتشر أرجوكم ثم أرجوكم والله حتى نقرب فترة الخروج. نعم. وحتى يا أخي لا نرهق هذول اللي موجودين في الصف الأول. صحيح صحيح. هذول أولادنا وهذول بناتنا وهذول أخواننا وهذول أخواتنا وهذول مسخرين كل جهدهم في مقابل التصدي لهذه الجائحة. نعم. لهذا المرض لهذا الفيروس. هذه يعني مثل ما صنفت هذه حرب بس لا ترى. أنت تحارب من؟ صحيح. تحارب فيروس؟ تحارب هواء؟ تحارب رذاذ؟ يعني يوم عندك عدو بدباباته وطائراته تعرف أنك قاعد تحارب عدو بس أنت اليوم محاربتك لشيء أنت ما تشوفه. وإلى اليوم ما عارفين متى ينتهي ولا عارفين. يعني أحيانا في بعض الدول رخت شوي مثل ما ذكرنا رجع مرة رجع ثانية رجع. نعم. لأن في كان نوع من التراخي. فأنا أقول لا نرهق لا على أنفسنا ولا نرهق على أجهزتنا المعنية لليوم اللي من خلالكم وأكثر من مرة نوجه لهم أكبر تحية لأنهم فعلا أثبتوا. هذا العماني دائما في كل الأزمات يكون في المقدمة ويجتازها بنجاح. وإن شاء الله إحنا مقتربين إلى لحظة الخروج بس حتى في لحظة الخروج محتاجين إلى بأن نتمهل. وحتى ما بعد كورونا بكل تأكيد العالم بأسره وإحنا جزء منه ما نرجع مثل ما كنا قبل في كل شيء بعد. نعم صحيح. في عملنا في مؤسساتنا في علاقاتنا الاجتماعية في اقتصادنا في موانينا. في اليوم أثبتت موانينا أنها يا أخي جديرة بأن تتصدر. اليوم إحنا بضاعتنا توصلنا وإحنا جالسين. اليوم موانئنا هي اللي تستقبل بضاعتنا. نعم. اليوم شبابنا في المواني هم قايمين بهذا الدور. اليوم أسياد تتصدر. اليوم ميناء صلالة يتصدر. اليوم ميناء السويق يتصدر. نعم. اليوم ميناء السلطان قابوس. اليوم صحار. اليوم الدقم. كل هذه يعني كروت نجاح ان احنا ان شاء الله رايحين لمستقبل افضل رايحين لمستقبل مشرق. اذا وعد مولانا جلال السلطان قابوس طيب الله ثراه في البدايات يوم ما كانت عمان بعمان اليوم بعد 50 سنة عمان اثار عمان تاريخ عمان حضارة عمان أمة عمان امبراطورية لكن كحضارة هذه بدأت في عهد جلال السلطان قابوس. نعم. طيب نعم. الله درى يوم ذكر أول ما ذكر في السبعينات وهذا صاحب رؤية مستقبلية أنه يتمنى أن يرى عمان بشكل آخر سيشرق فجر جديد على عمان. نعم. وفعلا نعم. بتعاون الجميع
أشرق هذا الفجر الجميل اليوم على عمان. قال السلطان هيثم طول الله في عمره والله يحفظه يذكر بنفس المعنى. نعم نعم. بأن أيضا غد مشرق لعمان بمشيئة الله بتعاوننا جميعا، وأنا متأكد بأن عمان بكرة ستكون إن شاء الله أفضل بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد على هذه الكلمات الطيبة، وأنا أدعو جميع زملائي للمذيعين في جميع المحطات أنهم يرجعوا إلى هذه الحلقة ويستفيدوا من الحديث اللي قدمته الأستاذ خالد واللي قدمه كذلك أبو نواف. أنتوا بالنسبة لنا مدرسة نتعلم منها الكثير وبنتعلم إن شاء الله أكثر وأكثر. شكرا جزيلا لك الأستاذ والإعلامي خالد الزجالي، وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو. نحن ما بنختم لأن الأخوة في القطاع الطبي طالبين من مقابلة ومداخلة هكذا يعني لبعض التحديثات، ونحن دائما هكذا تحت أمرهم. فاصل قصير وإن شاء الله نرجع لكم مستمعين. يا محمد ربنا.
معكم أجواء رمضان في زمن كورونا، وما بين السوالف والحكايات نتبادل الأفكار والمعلومات مع ضيوفنا من داخل السلطنة وخارجها، ومساحة لآخر الأخبار والتحديثات. كل هذا في برنامج ليالي الشبيبة مع عبد الله سعيدي من الأحد إلى الأربعاء ابتداء من 9 مساء. هذا البرنامج برعاية دجاج الصفا. تحية لكم مستمعين على 97.5 من مسقط والباطنة و 98.5 من محافظة الظفار، ولجميع متابعينا عبر البث المرئي المباشر على قناتنا في اليوتيوب، على البريسكوب في تويتر. هناك طبعا جهود تبذل من مختلف الجهات والقطاعات، وأبرزها القطاع الصحي في جميع تخصصاته. اليوم راح نقف إن شاء الله على جهود مجلس إدارة الجمعية العمانية للسرطان من خلال تعاملهم طبعا في هذه الظروف الاستثنائية، من خلال تواصلنا المباشر عبر الاتصال المرئي مع البروفيسور طه بن محسن اللواتي، استشاري أول جراحة أورام الثدي بالمستشفى السلطاني وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للسرطان. ثابت إذا الاتصال جاهز. نعم، مساك الله بالخير البروفيسور طه. حياكم الله مستمعينا الكرام ومشاهدينا. نذهب الآن مباشرة إلى البروفيسور طه بن محسن اللواتي، استشاري أول جراحة أورام الثدي بالمستشفى السلطاني وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للسرطان. مساك الله بالخير دكتور، يا مرحبا وسهلا فيك، أو صبحك الله بالخير الآن. صبحك الله دكتور. مرحبا وسهلا فيك البروفيسور طه، حياك الله ومبارك عليك ما تبقى من الشهر الفضيل. ومبارك عليكم أجمعين إن شاء الله تعالى. يا مرحبا وسهلا فيك، وسعيدين أكيد بالتواصل معك، وتحية للجهود اللي تبذلوها طبعا مع الأخوة الزملاء في جميع التخصصات الطبية. اليوم بنركز يعني البروفيسور طه على الجانب طبعا الجمعية العمانية للسرطان، وممكن الجهود كذلك التي تبذل في هذه الفترة من انتشار جائحة كورونا. نتكلم عن تعامل الجمعية هذا العام تحت ظروف أزمة كورونا، وما هي الفعاليات والدور الذي تقوم به؟ هو كما هو معلوم للكل تقريبا أن الجمعية تأسست سنة 2002 نتيجة جهود من مجموعة ناجين برئاسة أو بقيادة الأستاذ أيوث الرواحي كفريق عمل. أيوة. نعم. وبعدين تم تسجيلها في سنة 2004 في وزارة التنمية الاجتماعية تحت مسمى الجمعية الوطنية لمكافحة السرطان. تم تغيير المسمى إلى جمعية العمانية للسرطان عام 2014. أهم مشاريع الجمعية بصورة عامة هي دار الحنان، واللي تعنى بأطفال المرضى بالسرطان من خارج مسقط، يعطاهم السكن والمكان الإقامة ومتابعة الدراسة والحياة الطبيعية في كونهم أطفال محتاجين إلى رعاية خاصة. نعم. الثاني الوحدة المتنقلة للكشف المبكر لسرطان الثدي، وهي وحدة تتنقل وسط المناطق. نعم. هذه وحدة تنقل. ألو. نعم أسمعك البروفيسور طه تفضل. أي. هي وحدة متنقلة تتنقل وسط المناطق للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقدرنا عن طريقها اكتشاف حالات كثيرة في مراحل متقدمة من سرطان الثدي. نعم. أو مراحل ابتدائية عفوا من مراحل سرطان الثدي. نعم. بعدين برنامج الفحص الذاتي لسرطان الثدي، أيضا حملات التوعية، العلاج التلطيفي، والبنش السنوي لدعم مرضى السرطان. نعم. في هذه السنة للأسف كثير من الأشياء ما قدرنا نسويها، وذلك بسبب الظروف العامة للكوكب الأرض كامل اللي جائحة كورونا، كما نعرف احنا كورونا كوفيد 19 فرض على العالم كله أنماط حياة مختلفة. قبل شوي كنت أسمع للأخي أستاذ خالد في كلامه وتوجيهاته للناس، واللي هي صحيحة، إن يجب نحص بالنا في التباعد الاجتماعي والآخرة، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف انتشار هذا المرض. نعم. في برنامج رمضان تعرف أن إحنا أن كثير من عوائل فقدت خاصة العاملين في القطاع الخاص، فقدت أماكن عملها بسبب انقطاع العمل والآخرة، وأصبحت كثير من عوائل مرضى السرطان محتاجين أو في أزمات اقتصادية. فقامت الجمعية بتوزيع ما يسمى الراشن الرمضاني على 138 عائلة طرف
من كل أنحاء السلطنة من مسندم إلى صلالة. نعم. أوائل محتاجة وأوائل سمو، هذا بمساعدة التبرعات من أصحاب الأيدي البيضاء، أيادي البيضاء، إلى جانب 17 عائلة كانت أيضا جيران أو الآخرة من كانوا حضروا التوزيع. إلى جانب هذا طبعا تقوم الجمعية بتوزيع يوميا 100 ل 120 وجبة إفطار، ونركز في هذا عادةً على العاملين في الطرقات اللي ما يتسنى لهم عودة إلى أماكن مساكنهم للإفطار نتيجة طبيعة عملهم. نعم. والمحتاجين. نعم. فهذه فرق العمل تروح لهم إلى أماكن عملهم توصل لهم إفطار صحي. ممتاز. اللي يجب أن نشوفها الأيام هذه واللي يجب أن نلقي نظرة عليه هم مرضى السرطان وكيف وضعيتهم مع جائحة كورونا كوفيد. نعم، وهذا السؤال الأبرز. أيوة، لأن لما كثير من الناس يسألون طيب إحنا، هذا السؤال يتردد علينا إحنا كمعالجين للسرطان، إحنا كمرضى سرطان إيش وضعنا مع جائحة كورونا؟ هل إحنا لنا وضع خاص؟ إحنا نعرف أن مرض كورونا أو جائحة كورونا هي بسرعة مع كوفيد 19 عندما يصيب الإنسان الطبيعي احتمالية النجاة من عالية، لكن عندما يصيب الإنسان اللي عنده أمراض أخرى مصاحبة كالضغط والسكري وأزمة التنفس وإلى آخره يصير مضاعفات أكبر وعلاج يكون أصعب. بالنسبة للسرطان، جمعية السرطان العالمية قسمت المرضى إلى نوعين، نوع أكملوا علاجهم منذ أكثر من 3 أشهر وهم تم تشخيصهم كشفوا من السرطان ومجرد متابعين للعلاج، وإذا ما كان عندهم أمراض أخرى فيعتبروا من الدرجة الأولى اللي هم يجب أن يتخذوا الإجراءات العامة اللي تنصح فيها وزارات الصحة ومنظمة الصحة الدولية. النوع الثاني اللي هم لا يزالوا تحت العلاج الكيماوي أو أنهوا العلاج الكيماوي في خلال 3 أشهر الماضية، المرضى الذين يعالجون بالعلاج المكثف الإشعاع المكثف، مرضى تم زراعة النخاع لهم وعلى علاجات محبطة للمناعة، مرضى بسرطان اللمف والدم ويعانون من نقص مناعي، فهذول المرضى طبعا وضعهم غير. احنا للكل نقول اهم شيء طبعا تجنب الاماكن المزدحمة، لبس القناع بصورة عامة، غسل اليدين، عدم مخالطة من يسكن في مناطق موبوءة أو من تظهر عليه الأعراض، المحافظة على التباعد الاجتماعي. نعم. لكن المرضى اللي قلتهم من الطبق من الدرجة الثانية اللي هم عندهم تحت العلاج والآخرة، عندهم أعراض معينة إذا ظهرت يجب عليهم مراجعة الطبيب مباشرة، كالحمى والكحة وألم بالحلقوم وصعوبة التنفس وألام العضلات والخمول، فعلى طول يجب مراجعة الدكتور. نعم. بصورة عامة المرضى نفضل أنهم ما يراجعوا إذا كانت مراجعات دورية الدكتور، إلا إذا الدكتور طالب منهم أن يجوا، لأن في إعادة جدول المواعيد المستشفيات، ذلك تجنب إحضار المرضى المستشفيات إلا للضرورة. نعم. وعندما يجون المستشفى اتباع الإجراءات، لأن عند دخول أي مستشفى في لجنة من ممرضات تقبل المريض وينصحوا نصائح معينة. نتمنى أن المرضى يتبعوها بما فيها المباعدة، بما فيها غسيل اليدين، لبس الكمامات إلى آخره. نعم. لأن هذه تحمي المريض من المضاعفات اللي ممكن تصيبه في حالة لا قدر الله تعرضه للمرض. نعم. البروفيسور طه، من خلال قربك من مرضى السرطان، هل تم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 لمرضى السرطان من خلال الحالات؟ لا، الآن لا، ما في عنا، لا إن شاء الله ما يكون في عنا، لكن تعرف هو مرض ممكن يصيب أي واحد. نعم. لكن انت ذكرت يعني طبعا المخاطر اللي ممكن تكون إضافية على مصاب بالسرطان في حالة إصابته بكوفيد 19. نعم بروفيسور طه، يعني يمكن نستثمر وجودك معنا من خلال بعض الأسئلة اللي تردنا والحديث عن مرضى السرطان، هل هناك في حالات معينة يمنع مريض السرطان من الصيام فيها حفاظا على صحته؟ شوف، مريض السرطان طبعا ما في مريض مثل مريض الآخر،
كل مريض يقيم على درجته. ففي مرضى نقول لهم لا لا تصوموا لأن الصيام يأثر عليكم. في مرضى نقول لهم أيوة صوموا. إحنا حتى نوعية العلاج، في بعض العلاجات تأثر على الكلى، ففي الحالة الصيام ممكن يأثر على الكلى أيضا، ممكن يؤدي إلى صعوبة في المحافظة على الكلى ويؤدي إلى لا قدر الله فشل كلوي. عندنا نقول المريض لا تصوم لأنك أنت في فترة العلاج هاي تحتاج أنك ما تصوم. في مرضى نقول لهم لا الصيام ممكن بس وقت الإفطار يجب شرب سوائل كافية لإعطاء الجسم كفاية من المياه. فكل حالة الدكتور المعالج هو اللي يقرر الضرورة أو القدرة على الصيام أو من عدم قدرة القدرة على الصيام للمريض. نعم، نسأل الله السلامة طبعا للجميع. وبروفيسور طه، من خلالك إذا كان هناك ثمة كلمة تحب توجهها سواء لمصابي السرطان من خلال طبعا بعض الإرشادات والتوجيهات خلال هذا الشهر الفضيل وهذه الجائحة، أو حتى لكل من يستمع لنا ويشاهدنا الآن. أنا الكلمة اللي بقولها أقولها أن أهم شيء اتباع إرشادات وزارة الصحة، التباعد الاجتماعي، لأن هذه الطريقة الوحيدة اللي ممكن نقضي فيها على المرض، سواء كنا مرضى سرطان أو ما كان مريض سرطان. أي واحد مرضى سرطان طبعا أقول لهم أنتم أهم ناس عنا أنكم تتبعوا في هالشيء التباعد الاجتماعي، لأن أنتم أكثر ناس عندكم أساسية من ناحية تقبل المرض بسبب ضعف المناعي أثناء تلقيكم للعلاج. بل السبب يجب أن يكون عندكم مسألة تباعد اجتماعي. ولأهاليكم، يعني الواحد أحيانا يقول والله أبوي ما يصير ما أشوفه. لا، أنت أبوك لو تحبه وتريد تخلي بالك عليه، إذا كان لا قدر الله أو والدتك إذا لا قدر الله في عندهم مرض سرطان، لا تشوفهم، أفضل أنك تشوفهم تعطيهم مرض. نعم صحيح. لأن الواحد ما يعرف مين حامل مين ما حامل المرض. نعم نعم، خاصة في هذا. أحيانا واحد يضحي بأشياء أقوى منه. أنا نفسي صار لي شهرين ما شايف والدي والدتي، مع أني متعود كل رمضان لازم أفطر معهم. بس ظروف تجبرنا على أن نقبل أشياء. نعم. مصلحتهم والمصلحة الكل يعني. نعم نعم، وهذا يمكن رسالة في غاية الأهمية. نصبر في هذه الفترة، نواصل التزامنا، نواصل حرصنا في اتباع التعليمات والإرشادات عشان نعبر. يعني اليوم الكل يتمنى أن الحياة تعود إلى طبيعتها والناس تتجمع والشخص يزور أرحامه ويزور أهله وينتقل براحته من مكان إلى مكان. حتى نحقق هذا الهدف محتاجين أن نواصل يعني دكتور، ممكن أنتوا في خط الدفاع الأول وتعرفوا أهمية التباعد الاجتماعي في هذه الجائحة. صحيح. نعم، يعطيك العافية البروفيسور طه بن الله يعافيكم. شكرا. الله يخليك، وسعيدين جدا بالتواصل معك. يعطيك العافية. احنا سعد، بارك الله فيك. الله يسلمك. كان معنا عبر الهاتف البروفيسور طه بن محسن اللواتي، استشاري أول جراحة أورام الثدي بالمستشفى السلطاني وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية للسرطان، وتحدثنا طبعا عن بعض الجوانب المهمة يمكن لمصابي السرطان وش هي الإرشادات والتوجيهات، وإذا كان هناك كذلك ثمت مخاطر معينة على المصابين في ظل هذه الظروف الاستثنائية من جائحة كورونا كوفيد-19. هذه كانت سهرتنا ورمستنا معكم اليوم، لكم منا أجمل التحايا. كان معكم في الإعداد جميلة الزيدية وجاسم البداعي، وفي التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ثابت الحاتمي. نلقاكم في سهرات ورمسات قادمة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. يوم السبت والجمعة تكون معكم زميلتنا شيماء السيابية في برنامج شوف في رمضان، وأكيد مجموعة من الضيوف نجوم الدراما والبرامج الرمضانية لهذا الموسم. تصبحون على خير.